بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الـ imaging of the wrist joint. وزي ما انتوا عارفين الـ wrist من الحتت اللي هي ممكن تكون ما هي سهلة قوي، لكن إن شاء الله نحاول بقدر الإمكان إن احنا نبسطها على قد ما نقدر، ونطرق يعني كل الموضوعات اللي هي very common in the clinical practice بإذن الله. البداية زي ما في أي جوينت نبقى عاوزين نعرف احنا بنعمل الـ MR of the wrist ليه، وطبعا الكو كله مش هيبقى متركز قوي على الـ MR، لكن بيوضح دور الـ MR الشديد جدا والفعال في تشخيص معظم الحاجات المتعلقة بالريست. دولت أنا الحقيقة بعد فترة كده من ترتيب الـ indications لقيت ان هم دولت the most common indications اللي احنا بنعمل عشانهم ال MR of any of the major joints. يكون في joint complaint يعني حاجة related to the wrist itself، كأن يكون في pain او في trauma او في swelling او في التلاتة مع بعض. حد جاله trauma to the wrist فبقى عنده وجع وعنده swelling، أو إن يكون في suspected inflammation أو tumor in the region of the wrist، وده بيكون based على clinical وbased على أشعاعات معمولة قبل كده، كأن هو يكون عامل X-ray أو عامل CT. علشان نعمل الـ patient بالـ MRI المفروض يكون في نوع من التحضير، والتحضير في الام ار في الجوينتس تقريبا ما هوش صعب قوي الا ان المريض يصوم من 4 ل 6 ساعات. ده لو كان ناويين ان احنا نحينه صبغه، او لو كان هياخد انستيزيا. والانستيزيا طبعا زي ما انتم عارفين ما هياش مقصوره على الاطفال، ولكن الناس الكلستروفوبيك وخلافه في حاله تعذر وجود الاوبن ماجنت بيبقوا عاوزين يتبنجوا عشان يقدر يعمل ان ذا كلوز ماجنت. البيشنت سوباين في كل الفحوصات تقريبا البيشنت بوزيشن از سوباين، وعشان نعمل الريست لازم نستخدم السيرفس كويل. والسيرفس كويل بتاع الريست فيه منه اشكال كثيره، ولكن دوت احد الحاجات اللي احنا ممكن نستخدمها. طبعا انتوا شبعتوا من هذا الكلام، لكن الام ار في ذا كلوز ماجنت هو دوت، وفي الاوبن ماجنت وفي الاكستريميتي ماجنت. والاكستريميتي ماجنت زي ما احنا شايفينه كده هو احد الحاجات اللي هو ممكن يفحصها كويس، هو الريست بالاضافه للالبو والني والانكل. البروتوكول بتاع الاكزامينيشن بيبقى متركز على حاجات معينه، الحاجات ده هي يعني الفيوز اللي احنا بناخدها للجوينت نفسه ما بتفترقش، يعني لازم يكون في اكزيال وساجيتال وكورونال في كل جوينت، لكن نكتر من مين ونقلل من مين بتعتمد على الجوينت نفسه. ففي الني مثلا بنكتر من الساجيتالات ونعمل اكزيال واحد وكورونال واحد، في الشولدر بنكتر من الكورونا ونعمل اكزيال وساجيتال واحد، في الانكل بنكتر من الاكزيالات ونعمل ساجيتال وكورونال واحد. هنا في الريست الحقيقة في آراء مختلفة كثيرة، ولكن كل اللي بيهمني أنا واللي أنا مركز عليه قوي هو الكلمة ديت، إن إحنا عشان نعمل إم آر أوف ذا ريست بطريقة تنفع للقراية وتنفع للتشخيص لازم نختار الفيلد أوف فيو بطريقة مناسبة. والفيلد أوف فيو في الأنكل وفي الريست تقريبا قريب من بعضه، اللي هو بيتراوح ما بين من 8 إلى 12 سنتي. مع الاسف الشديد معظم الناس اللي بتختار الفيلد اوف فيو من الاوبريتورز دايما يختاروا فيلد اوسع من كده، يعني ياخد 20 او 22 وساعات بتشوف 23 سنتي فيلد اوف فيو. كل لما توسع الفيلد اوف فيو كل لما تسرع الاكزامينيشن تايم، يعني تخلي الفحص يخلص بسرعه، لكن كل ما تقلل الفيلد اوف فيو فالاكزامينيشن بيطول شويه وهم ما بيبقوش حابين كده. لكن المشكله الاساسيه انك انت لما تكبر الفيلد فيو بيبقى الاناتومي صغير قوي والباثولوجي برضه صغير قوي، فما تعرفش تشخص حاجه، بتشوف معظم الحاجات اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي بطريقه صعبه جدا. فاذا كان في حد منكم مسؤول عن الفحص
يتأكد من إن الفني فعلا مختار الفيلد فيو الذي يتناسب مع الجوينت تو بي اكزامند. فده اللي هو مناسب قوي للأنكل، والأنكل أكبر من كده شوية، لكن الريست كده الني 16 زي ما انتوا عارفين، والهيب زي ما هنقول بعد كده بيبقى في حدود 30 إلى 40 لأنك انت بتفحص البلفس كله. بعد كده بنعمل سكاوت فيو بغض النظر هل هو كورونال او ساجيتال، لكن الاجهزه دلوقتي زي ما انتم عارفين بتطلع سكاوت ثلاث حاجات، كورونال واكزيل وساجيتال، وانت تشتغل على اللي يعجبك. في الريست مهم جدا ان يكون عندنا اكزيالات، اكزيال تي 1 وتي 2 علشان خاطر الكاربال تانل سندروم، ومهم قوي يكون عندنا كورونالات، كورونال بالذات كورونال تي 1 وكورونال ستير. الجريدينت ما هوش مهم قوي، لكن كورونال تي 1 وكورونال ستير علشان خاطر كل الاوسيوس بروبلمز والافاسكولار نكروزس وبعض الليجمنتس والتراينجلر فايبرو كارتليج، كل دوت بيبقى اسيسد في الاثنين دول. بعد كده بنعمل ساجيتال واحد بس، والساجيتال ليه فوائد بسيطه، احدها زي ما هنشوف اللي هو الاسيسمنت اوف ذا تراينجلر فايبرو كارتليج، لكن هو مينلي بيبقى معمول عشان خاطر الفالنجيال باثولوجي، يعني لو حد عنده حاجه في التندونز اوف ذا فينجرز بيبقى الساجيتال هو افضل حاجه على الاطلاق. يبقى لو احنا هنعمل ام ار اوف ذا ريست هيبقى لازم عندنا اكزيال تي 1 وتي 2، لازم يكون عندنا كورونال تي 1 وستير، يبقى دي اربع صور، يكون عندنا ساجيتال اي حاجه. معظم الناس بتحب ان الساجيتال يكون جريدينت لانه بيجمع ما بين الصفات كلها، وبالتالي بيدي لك اناتومي كويس وباثولوجي كويس. هيبقى عندك حوالي 5، 2 اكزيال و2 كورونال و1 ساجيتال، وطبعا لو حد سابها فهتعمل 2 كمان او 3 على الاقل اللي هم اكزيال وساجيتال وكورونال تي 1 بوست كونتراست. ادي الكورونال سكاوت، بتبقى صوره وحشه طبعا زي ما انتم شايفين كده، لكن بنعمل على الكورونال ديت الاكزيال، فبناخد الايد دهيت بتشوف اللونجيتيودنال اكسس of the hand and wrist عامل ازاي، وتعمل الاكسيال بيربنديكولار عليه. فلو احنا رسمنا خط كده بالطول عشان الايد دي مميله كده شويه، فانت هتبقى الاكسيال ايمجز عامله كده. لما تطلع الاكسيال ايمجز اللي هي زي ديت كده بتحدد الابر واللور اندز بتوعها، وبتعمل الكورونال بتاعك بيبقى موازي للخط المحوري في الاكسيال، وبتعمل الساجيتال بيربنديكولار على الخط بتاع الكورونا. يبقى اول حاجه تختار الايه الكورونال سكاوت اللي هو ده، وبعدين تعمل اكزيال ايمجز عمودي على المحور بتاع الكورونا معايا، وبعدين يطلع لك الاكزيال ايمجز دولت تحدد الخط اللي في النص. عليك السلام. تحدد الخط اللي في النص، يبقى هي ديت الكورونال ايمجز اللي انت هتطلعها، الريال كورونا اللي هنشخص منه. انت عارف طبعا ان الكورونال بيبقى من قدام لورا او من ورا لقدام، والساجيتال بيبقى من الشمال لليمين او من اليمين للشمال. فالكورونال بيبقى موازي. عليكم السلام ورحمه الله. غداء كيفك؟ كله تمام؟ السلام يا شباب. النقطة دي مهمة جدا، الله يخليكم، علشان احنا واحنا بنقعد عشان نقرا الفحص بنبقى مستغربين الأول على الأورينتيشن بتاع الإيمجز، ومستغربين على البالس سيكونسز اللي معمولة، ومستغربين على الفيلد فيو اللي صورنا بيه. فعلشان عشان الموضوع يطلع كويس وينفع يتقري ويبقى ما فيهوش مشاكل، لازم نلتزم بالحاجات اللي احنا قلنا عليها. نمرة واحد ان احنا نلتزم بالفيلد فيو ان هو يكون في حدود من 8 ل 12 سم. نمرة اثنين عشان نعمل الريست لازم يكون عندنا 2 اكزيال و2 كورونال و1 ساجيتال. خلاص كده؟ ولازم يكون من ضمن الكورونالات في الريست والهيب لازم يكون في كورونال ستير. مهم جدا ان يكون في كورونال ستير. هنيجي بقى نشتغل ازاي. هنعمل الاول كورونال سكاوت، ادي كورونال سكاوت، وبعدين هنشوف الكورونال سكاوت دوت. افرض هو عامل كده يعني خط مستقيم، خلاص هقطع عليه خط مستقيم. لو مايل كده هميل كده عليه، يعني بحيث ان انا ابقى بيربنديكولار عليه.
هيطلع الاكسل ايمجز كده، احدد اللي قدام واللي ورا واخد خط موازي للمحور بتاعي. يعني لو ده خط مايل كده وده خط مايل كده، امشي في النص، يبقى ده الكورونال بتاعي، همشي من قدام لورا او من ورا لقدام. وبعدين في الساجيتال هيبقى عندي الساجيتال بيربنديكولار على الكورونا. بعد كده الكلام ده هو للكلينيشنز، ازاي تعرف الصور من بعضها، ازاي تعرف التي 1 من التي 2 من الكده والكده. فاحنا دايما زي ما انتم عارفين بنعتمد على لون البون مارو. البون مارو بيبقى ابيض في التي 1 عشان الفات بيبقى ابيض في التي 1، وبعدين يسود شويه في التي 2 والجريدينت، يسود قوي قوي في الستير. وكلنا عارفين ان اي حاجه البون مارو فيها اسود فهي belongs to the T2 weighted image. ومعنى كده ان الصور دي كلها تبع التي 2، يعني الفلويدز بتبان فيها بيضة، وفي التي 1 الفلويدز بتبان سودا. يبقى هم دول الطريقه اللي بنعرف بيها البلس سيكونس. الحاجات الكومن سيجنال بيهيفير اللي احنا بنعيدها تقريبا في كل جوينت، اللي هي ايه الحاجات اللي المفروض تبقى اسود في التي 1 وكذلك اسود في التي 2، اللي هي الحاجات اللي ما فيهاش موبايل برود، زي ذا كورتيكال بون، ماتيور فايبرس تيشو اند كالسيوم، ودول ثابتين في كل حته في الجسم. يضاف عليهم بعض الحاجات اللي هي سبيسيفيك لكل جوينت، زي المينيسكس في الني والليبرم في الشولدر والتريانجلر فايبرو كارتليج في الريست. فمثلا لو احنا بصينا هنا ان يو كان سي ذا كورتكس اوف ذا ان اند ذا كورتكس اوف ذا كاربال بونز كلها لونها اسود في التي 1 والتي 2. وطبعا ده مش تي 2، ده ستير، والستير بلونجز تو ذا تي 2 زي ما انت عارفين. الماتيور فايبرس تيشو زي اي ليجمنت او اي تندون ماشي جنب الجوينت بيبقى لونه اسود في الاثنين، وكذلك الكالسيوم لو كان فيسيولوجيكال او باثولوجيكال. ايه الحاجات اللي بتبقى سودا في التي 1 وبيضة في التي 2؟ هي الفلويدز، اي ميه في الجوينت، افيوجن او سيست او جانجليون او اي حاجه موجوده فيها ميه بتبقى سودا في التي 1 وبيضة في التي 2. ايه الحاجات اللي بتبقى بيضة في التي 1 اللي هي عكس الفلويد وسودا في التي 2 بس مش اسود قوي، اسود خفيف؟ هو الفات. فالفات مثلا السبكتينيوس فات بيبقى ابيض هنا، بيبقى مسود هنا اهوت شويه في التي 2. الفات اللي بتاع البون مارو بيبقى ابيض هنا، بيبقى مسود شويه جوه الميتاكاربونز. يبقى اذا لو انا عاوز ابص على اي صوره من الصور دهيت كده واعرف اذا كان دوت تي 1 ولا تي 2 ولا جريدينت ولا ستير، المفروض لو انا مش اشعه ببص على اللون البون مارو. اذا كان البون مارو ابيض يبقى دوت فات، يعني يبقى تي 1. اذا كان مسود شويه يبقى تي 2، مسود اكتر يبقى جريدينت، مسود قوي 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 يبقى ستير. لو انا بقى اشعه ببص على الارقام اللي هي مكتوبه على الفيلم، التي ار قد ايه والتي اي قد ايه، اللي هم العوامل التصوير اللي احنا بنشتغل بيها، واعرف بيها التي 1 من التي 2. بالنسبه للاناتومي اللي في الريست، طبعا كلكم عارفين ان الريست يشبه قوي للانكل، من ناحيه ان الاوسيوس اناتومي بسيط لكن التندينس اناتومي كتير قوي. ففي تندنز كتيره جدا حوالين الريست وحوالين الانكل، وبالتالي الاناتومي ساعات بيكون صعب. فاحنا عاوزين نمسك الاول العظم، وفي العظم دوت هيبقى فيه الديستال ريديو النر جوينت اللي هو الارتكيليشن ما بين الالنا والريديوس، وبعدين الريديو كاربال جوينت اللي هو الارتكيليشن ما بين الريديوس والكاربال بونز، وبعدين الميد كاربال جوينت اللي هو ما بين الكاربال بونز وبعضها. الاول الديستال ريديو النر جوينت، ودوت اسهل واحد فيهم لان الريديوس والالنا بيتارتكليت مع بعض في حاجه اسمها ده سيجمويد نوتش. السيجمويد نوتش اللي هو الحرف المقعر اللي هنا دوت كده اللي الالنا بتخش فيه، زي هنا في الاكسل ايمج ديت ان يو كان سي ذس از ذا سيجمويد نوتش، ديت الريديوس ودهيت الايه ودهيت الالنا. في الريديوس من تحت خالص، واي واحد ممكن يحسه على ايده، في بروز عظمي كده هوت اسمه ليسترز تيوبركل، اسمه ليسترز تيوبركل، ودوت بيعتبر الى حد ما اناتوميك لاند مارك للتندونز اللي موجوده على الدورس المبتهان.
لان في تندونز قبليه وفي تندونز بعديه، والمفروض يفترض يعني ان اي حد مننا المفروض يكون حافظ كل التندونز ديت عادي جدا وهو بيكتب التقرير. لو في حاجات مش المفروض تتحفظ، انا بقول لك دولت زي زيك، يعني انا لما اجي اكتب جوينت معين وفي مجموعه معينه من الماسلز بروح جايب الكتاب وابص الماسل دي اسمها ايه، دولت ما تحفظهمش. لكن التندونز لازم تبقى عارفهم، يعني كدكتور اشعه مش المفروض انك انت تجيب الكتاب عشان تقول دوت ايه، لان انت معرض للكلام ده هو في الامتحانات. طيب يبقى ادي ديستال بارت اوف ذا ال او ذا ريديوس، ان يو كان سي ان في تو نوتشز كده او تو ديبريشنز، واحده منهم عشان الاسكافويد واحده منهم عشان اليونيت زي ما هنقول دلوقتي. في نقطه مهمه واحنا بنعمل الريست، زي ما انتم شفتوا كده بنحط الايد بتاعه العيان ساعات كده، لكن بعض الناس بتستخدم كويل وتخلي الايد كده، وبعض الناس بتخلي الايد كده اللي يا اما سوباينيشن يا اما برونيشن، ودوت كله بيخلي الريليشن بتاعه الالنا تو ذا ريديوس ان ذا ريجن اوف ذا سيجمويد نوتش مختلفه. فاي حد بيبص يلاقي ساعات ان الالنا نازله لتحت شويه او طالعه لفوق شويه، يقول ان الديستال راديو الانا جوينت از سبلكسيتد ويتش از رونج، لان في البرونيشن الالنا بتبقى الى حد ما طالعه لفوق شويه، وفي السوباينيشن الالنا بتبقى نازله لتحت شويه، لكن في النيوترال بوزيشن اللي هو عامل كده بيبقوا هما الاثنين شبه بعض بالظبط. وبالتالي لو احنا عاوزين نتكلم على ديسلوكيشن او سبلكسيشن اوف ذا ديستال راديو الانا جوينت، هوري لك الريليشن ما بينهم بتبقى عامله ازاي عشان تقدر انك انت تعرف اذا كان ديسلوكيتد ولا لا. نيجي بقى للموضوع العظم بتاع الريست، ودوت زي ما انا كنت بشوف في حتت كتيره، عشان نحفظ السبع ثمان عظمات دولت بنعمل بنحفظ ثلاث ابيات شعر او مش عارف يعني قصيده كده طويله عريضه عشان تحفظ بيها العظم. فانا رايي انك انت تحفظ العظم وتريح دماغك، لان الموضوع مش مستاهل كده. زي التندونز برضه اللي حوالين الانكل، ومش عارف عشان تحفظ ثلاثة تندونز بتقول مش عارف ايه ولعب ايه وخسر وكسب وراح وجي، طب ما تحفظ الثلاثة وخلاص، يعني الموضوع مش هنحاول دلوقتي نتفق على حاجة ان احنا نحفظ بيها العظم ونبطل بقى توم وجيري والبوكر والكلام اللي انت عارفينه. طيب نمسك اللي هو الصف الاولاني اللي هو اشهر عظمايه واكثر عظمايه كل الناس عارفاها، اللي هي الاسكافويد، واللي بعدها في الشهره والمعرفه واختها وجنبها على طول اللي هي دانيونيت، خلاص، وجنبهم الايه الترايكيترن، جنبهم مين الترايكيترن، وفي بقى البيزي فورم ما بتبانش في المقطع ده لان هي لفوق شويه. وبالتالي لما تبص على الخط على الصف الاولاني هتلاقي ليه فيري سموز كيرف كده اهوت، وهو مكون من ثلاثه مشهورين قوي اللي هم ذا سكافويد ذا اليونيت اند ذا تراكيدرم. التراكيدرم اخرها يو ام، وبالتالي العظمايه اللي هتبتدي من هناك لازم هيكون اخرها يو ام اللي هي اول عظمايه من الناحيه دي which is the trapezium. The trapezium. واختها اللي هي شبهها في الاسم اللي هي ذا ترابيزويد، يبقى لك الكابيتيت والهاميت وخلصنا على كده، يبقى الموضوع ما فيهوش اي مشاكل خالص. فانت هتعرف ان ديت الاسكافويد، يبقى دي اليونيت، يبقى دي تراكيتريم، يبقى ترابيزيوم، ترابيزويد، كابيتيت، هاميت. خلاص يا جماعه؟ نعم؟ ماله؟ البيزي فورم ما بتبانش في نفس المقطع لانها بتبقى لفوق شويه، بتبان في الاكسيال، وده عشان كده عامل لها دايره هنا لانها ما بتبانش ان ذا سيم فيو، فبتبقى سوبر امبوزد على العظم في الاكس. يبقى ده فيما يتعلق بالعظم. نيجي بقى لبعض الليجمنتس المهمه، ومن حسن الحظ ان انت ما عندكش ليجمنتس هنا وقت كتيره مهمه، يعني هم اتنين بس والباقي كله يعني مشكوك، ما هوش يعني محور اهتمامنا ولا محور اهتمام الجنرال راديولوجيست، ولكن محور اهتمام الناس اللي ما وراهاش حاجه الا الريست بس. فزي ما انا قلت لك مثلا اللي هو السلاب انجريز اللي في الشولدر، لو انت دكتور اشعه فانت المفروض انك انت تعرف اربعه سلاب انجريز،
لو انت دكتور اشعه متخصص ماسكولوسكليتال فانت المفروض تعرف 7، لو انت دكتور اشعه متخصص ماسكولوسكليتال شولدر فانت المفروض تعرف 12، لو انت دكتور اشعه متخصص ماسكولوسكليتال شولدر ليبرال باثولوجي فانت المفروض تعرف 16. وفي ناس كده في العالم ما وراهمش الا الليبرال بس، زي بعض الناس مشهورين جدا مؤلفين كتب، فلما تيجي تقول له سلاب انجريز يقول لك 16 نوع، عد ورايا 1 2 3 4 كده اهو، لكن انت طبعا وراك حاجات تانيه زي ما احنا دايما متفقين. فاللي عندنا هنا تو ليجمنتس مشهورين جدا اللي هم الليجمنت اللي ما بين السكافويد واليونيت هو اسمه سكافولينيت ليجمنت، والليجمنت اللي ما بين اليونيت والتراكيتريم هو اسمه دالونو تراكيتريال ليجمنت. السكافولينيت ليجمنت ليجمنت قوي جدا ومشهور جدا في الريست، وهو على هيئه مثلث، والمثلث ده هو دافس نفسه ما بين العظمتين، يعني الايبكس بتاعته مزنوقه ما بين العظمتين والبيز بتاعته بتبقى لبره. لكن اللونو تراكيتريال ليجمنت عامل زي حدوه الحصان، يعني زي مجرد فتله او دباره شبكه العظمتين دولت في بعضهم. وكل الناس بتقول انك انت علشان تعمل اكيوريت ايفالويشن اوف ذا سكافولينيت ليجمنت واللونو تراكيتريال ليجمنت المفروض انك انت تحقن صبغه اللي هو ما يسمى بي ام ار ارثروجرافي اوف ذا ريست، في حين انك انت ممكن في البلين اكس راي تشخص ان السكافولينيت ليجمنت مقطوع عن طريق انك انت تلاقي ان المسافه ما بين السكافويد وما بين اليونيت بقت واسعه جدا، اللي هي اسمها ذا سكافولينيت انترفل. ذا سكافولينيت انترفل يعني المسافه ما بين العظمتين دولت في الاكس راي العاديه بقت كبيره، يبقى اكيد الليجمنت اللي ما بينهم بقى ايه؟ بقى مقطوع. لكن ماينور انجريز اللي هي بيفضل فيها السكافولينيت انترفل سليم والليجمنت مقطوع لازم تتشاف بالارثروجرافي. الارثروجرافي اوف ذا ريست من الحاجات السهله والمهمه في التشخيص، عارفين الارثروجرافي دلوقتي از جيننج ماتش مور اكسبتنس على اساس ان هو مساعد جدا جدا في تشخيص معظم الديزيز اوف ذا ميجور اند ماينور جوينتس. عشان تعمل ام ار ارثروجرافي اوف ذا ريست بتحط الابره هنا في هذا المكان اللي هو ذا سكافولينيت انترفل، وتحن صبغه. المفروض انك انت بتحن صبغه هنا، مش المفروض ان الصبغه تنزل في الديستال رينيو انر جوينت، لان الحته ديت مفصوله بالتراينجلر فايبروكارتش. لو انت حنت صبغه هنا والصبغه نزلت في الديستال رينيو انر جوينت يبقى معنى كده ان التراينجلر فايبروكارتش مقطوع. الكلام دوت هنقوله بعد شويه. هنا ادي الريديوس وادي الانا وادي السكافويد وادي اليونيت وادي التراكيتريم، وادي مكان السكافولينيت ليجمنت. ان يو كان سي ان في خط هنا اهوت كده ماشي في وسط الايه؟ في وسط السكافولينيت ليجمنت، انديكيتنج ان ذيس ليجمنت از تور. بعض الناس في الميو كلينيك عاملين 5 تايبس للتير، بس انت ما تشغلش بالك بالموضوع ده. او الابنورماليتيز اللي مش التيرز، الابنورماليتيز اللي ممكن تبقى موجوده في السكافولينيت ليجمنت، وهم انا حطيت لك الرسمه اهي، بس انت ما تشغلش نفسك بحفظهم. يعني ما تحاولش تكتب في التقرير ان ده تايب 1 او تايب 2 او كده، انت تكتب ان هو سليم او في ديجنريتيف تشينجز او مقطوع فقط، مش اكتر من كده. فبيقول لك تايب 1 اللي هو نورمال سكافولينيت ليجمنت، تايب 2 اللي هو فيه ابنورمال سيجنال انترا سبستنس، تايب 3 اللي هو البوز بتاعه طار، تايب 4 اللي هو البيز بتاعته ما بقتش موجوده، تايب 5 ودوت اللي احنا بنعرف نشخصه ان هو بقى مفصول نصين زي دوت كده. ان يو سي لينير باند اوف ابنورمال سيجنال او هاي سيجنال ديسربتنج ذا سكافولينيت ليجمنت، فبقى حتتين، حته من الناحيه دي وحته من الناحيه دي. Then you look to الكورونال دهوت بتاع الريست، وطبعا قبل ما تقول انهي عظميه المفروض انك انت اول تحدد مكان الراديوس، عشان الراديوس ساعات تبقى الناحيه دي وساعات تبقى الناحيه الثانيه. فبما ان دي الراديوس يبقى دي السكافويد يبقى دي اليونيت يبقى دي التراكيت، صح كده؟ And this is the site of the scapholinate ligament and this is the site of the lunotracheteral ligament. وعاوزك تعرف ان lunotracheteral ligament في بعض الاحيان ما بيبقاش موجود، يعني كده normal variant بيكون absent. لكن السكافولينيت ليجمنت موجود على طول، ممكن يتقطع وممكن يبقى سليم. And this is اللي هو
ما بحبش اقول كده، لكن دوت رقم 5 بتاع الابنورماليتيز اللي انت شفتها من شويه، حيث يوجد ديفكت ان ذا ميدل بارت اوف ذا سكافو ليجمنت، اند ذس از ذا تريانجولار فايبرو كارتريج اللي احنا هنتكلم عليه بعد شويه بالتفصيل. Then this is MRR sonography of the wrist, and you can see this is the scaphoid, lunate trochanterium, and the lunotrochanterial ligament is not present, it is absent, and this is the normal variant. And here you can see ان الاسكافل lunate ligament مقطوع من النص، اللي هو ممكن تقول عليه type 5. مش هتعرف تشخص في الريست الا type 5 و type 1. type 1 ان هو normal و type 5 اللي هو مقطوع. And this is the radius, ودوت الاسكافويد وده اليونيت. And you can see that the distance or the interval between the scaphoid and the lunate has been much increased. وده معناها في البلين اكس راي ان الليجمنت مقطوع، وما انتش محتاج الام ار في الوقت دوت عشان تشوف اذا كان الليجمنت مقطوع ولا لا. لكن لو انت عملت الام ار اي فهتلاقي ان السكافل يونيت ليجمنت فيه ثقب في النص، وفي كمان ديسربشن منه ومن السكافايد. ومعظم الناس بتقول ان الاتاتشمنت اوف ذا سكافل يونيت ليجمنت از ويكر على ناحيه السكافايد اكتر منها على ناحيه اليونيت. يعني لو هو كان مش هيتقسم من النص وهيتقسم من هيتفصل من على المايه، فهو commonly is separated from the scaphoid اكتر منه ان هو يبقى separated from the lunate. في رقم دكتور محدد لا، بس هي يعني كده بالجادجمنت، يعني تو ماي نوليدج انا ما اعرفش اذا كان في ارقام ولا لا، لكن لو انت بصيت على البلين اكس راي تقدر تقول ان المسافه دي طبيعيه، او المسافه دي هي ما بتكونش مثلا ملي او حاجه، لان دي فاريبل عشان الاكسبوجر والكلام ده، لكن لما بتكون فعلا كبيره بتكون واضحه قوي، ما بتكونش فيها مشكله. ده الريديوس وده الانا، ده السكافويد يونيت تراكيتريم، and this is the scaphoid unit ligament which is triangular، وكله سليم لكن مقطوع من عند الايه السكافويد اتاتشمنت، زي ما احنا قلنا ان هو دوت the weaker point. نيجي بعد كده بقى للتندونز، وده انا اتفق دلوقتي يا جماعه ما فيهاش هزار، التندونز بتاعه الريست ما فيهاش هزار، يعني لازم زيها زي الانكل بالظبط، تحفظهم صم وتسيبك من اللي هو الجمل اللي انت بتفننها. ما اعرفش ايه الجمله اللي هنا بتاعت الريست، حد عارفها؟ ما حدش عارفها. سعاد ايه؟ طيب سعاد دي انهي تندر فيهم؟ طيب انا يعني انا متذكر ان بعض الناس حاولت الاول تفتكر الجمله دي اللي هي سعاد وما اعرفش ايه ايه ايه، وبعدين يعني جاي عاوز يعرف سعاد دي ريفير لاني واحد سعاد. طيب نعم، فاحنا عندنا تو تايبس اوف تندونز، عندنا ذا فليكسور تندونز اللي هم موجودين من قدام، وذا اكستنسور تندونز اللي هم موجودين من ورا. ف هنعمل نخترع قاعده كده بسيطه عشان نقدر نحفظ بيها هذا الكم الهائل من الايه من التندنز. احنا عندنا الريست زي ما انتم عارفين بتغطي من هنا بالفليكس ريتيناكيلم اللي هي بتعمل الكاربال تانل، يعني بتغطي الكاربال تانل من فوق. جوه الفليكس ريتيناكيلم ديت بيكون في ذا فليكسور تندنز، الفليكسور تندونز اللي هم ذا فليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس وذا فليكسور ديجيتورم بروفاندس، ومعاهم ذا فليكسور بولسس لونجس، هم دول ذا فليكسور تندونز اللي انت المفروض هتعرفهم، وبعدين تضيف عليهم ذا فليكسور كارباي ادلاريس وذا فليكسور كارباي ريدياليس. هنشوف دول موجودين فين. الاول لما تيجي على الريست كده اهوت بتبص في الحته دهي اللي هي ناحيه الفليكسور تندونز، فانت عارف ان ديت الالنا وعارف ان ديت الريديوس، يبقى الاخر تندون ناحيه الالنا هو دوت ذا فليكسور كارباي الناس، واخر تندون ناحيه الريديوس هو ذا فليكسور كارباي ريديالس. خلاص كده، بعد كده كل الهليله الفليله ديت عباره عن ايه الفليكسورز كلهم اللي هم 4 فليكسور ديجيتورم و4 فليكسور فليكسور اسمها ايه ديجيتورم سوبرفيشاليس وبروفاندس. خلاص، ومعاهم كمان واحد اللي هو مين ذا فليكسور بولسس لونجز. الاول تبص على الكور ديت كلها وتنقي الكوره الرصاصه اللي هي بالسود، الكوره الرصاصي which is the median nerve،
which is the median nerve، لان الميديان نيرف ماشي برضو جوه الكاربال تانل، والتندون اللي فوق الميديان نيرف على طول هو دوت ذا فليكسور بولسس. يبقى كل الكور الثانيه ديت وانت مش لازم تميزهم من بعض، هم دولت الفليكسور ديجيتورم بروفاندس وسوبرفيشيالز. يبقى لو احنا بصينا جوه الكاربال تانل اللي هو متحدد بالعظم من فوق وبالفليكسور تراكيلم من تحت، هنلاقي كور سودا كتيره وكره واحده رصاصي. الكره الرصاصي هي ذا ميديان نيرف، والكره السوداء اللي فوق الميديان نيرف على طول هي ذا فليكسور بولس لونجس، والباقي كل دوت ذا فليكسور ديجيتورم سوبرفيشياليس اند ذا فليكسور ديجيتورم بروفاندس. طيب يبقى احنا لو جينا بصينا هنا مثلا في الصف دوت في الاكسيال، ديس ذا سكافايد، يبقى ديت اليونيت، يبقى دي التراكيتريم، يبقى ديت الايه البيزي فوق. يبقى اللي جوه الكاربال تانل دولت هم مين؟ فليكسور ديجيتورم سوبرفيشياليس اند بروفاندس، والرصاصي دوت هو الميديان نيرف، واللي فوقيه على طول هو ذا فليكسور بولسس. وتبقى اللي متحرفه بره الكاربال تانل ناحيه الريدياس هي ذا فليكسور كارباي الرياليس، وناحيه الالنا هي ذا فليكسور كارباي الناس. يبقى كده انت خلصت على طول التندنز اون ذا دورس اون ذا بالم بتاع الايه؟ بتاع الريست. دول طبعا ده الصف الاولاني من الكاربال بونز في الاكسيال، وديت من ضمن الحاجات اللي بتيجي في الامتحانات كتير، عشان انت هنا ما عندكش الاورينتيشن بتاع الريديس، فما تبقاش عارف الشمال من اليمين فين او الميديال من اللاترال فين. لكن عندك في الاكسيال ايمجز شكل مشهور جدا جدا جدا، which is the hook of the hamate، the hook of the hamate. وانت عارف ان الهاميت ده هي ناحيه الالنا، ها الهاميت ناحيه الالنا، والترابيزيوم هي اللي ناحيه الراديوس. فالصف ده هو اللي هو ترابيزيوم، ترابيزويد، كابيتيت، هاميت. خلاص كده؟ وهتلاقي ان الترابيزيوم ليها منقار اسمه ذا تيوبركل اوف ترابيزي، شايفينه ده؟ والهاميت ليها بوز اسمه ذا هوك اوف ذا هاميت. هذا المنقار وهذا البوز بيوصل ما بينهم ذا فليكسور ريتناكل. يبقى الفليكس الريتيناكل مشدوده ما بين ذا تيبركل اوف ذا ترابيزيوم وما بين الايه؟ وما بين الهوك اوف ذا هاميت. نيجي بقى للايه؟ للتندنز على الدورس اوف ذا هاند. ببساطه شديده انت هتعتبر برضو ان الحاجه اللي ناحيه الالنا هي ذا اكستنسور كارباي الناريس، والحاجه اللي ناحيه الريديس هي ذا اكستنسور كارباي ريديالس. بس الموضوع مش بالبساطه ديت زي الناحيه الثانيه. فاحنا الاول يو ايدنتيفاي ذا ليستر تيبركل. ده هو الليستر تيبركل، ده بيعتبر كاناتوميك لاند مارك علشان تفصل بيه ما بين بعض التندونز وبعضها. الاول احنا نمسك الاول، ادي الفليكسور كارباي ريدياليس وادي الفليكسور كارباي الناريس، صح كده؟ الاكستنسور كارباي الناريس ما بتكونش هنا، لكن بتكون هنا في الجروف دوت بتاع الايه الالنا. اي بقى ديت الفليكسور ايه كارباي، سوري الاكستنسور كارباي الناس. اما بقى الاكستنسور كارباي ريدياليس ففي منها اثنين، والاثنين دولت موجودين لاترال تو ذا ليستر تيبركل. يعني شايف ادي الليستر تيبركل اهو، وادي الكورتين اهم. ان اف يو مثلا لو جريت خط كده هتلاقي ان هما كورسبوندز للفليكسور كارباي ريدياليس. يبقى دولت في منهم واحده لونجس وفي واحد منهم واحده بريفز. ودايما تفتكر ان اللونجس هي اللي لازقه في الليستر تيبركل، اللونجس هي اللي لازقه في الليستر، اللونجس فيها ال والليستر فيها ال، ماشي؟ عشان مش ده الليستر تيبركل، يبقى ديت الاكستنسور كارباي ريدياليس لونجس وديت الاكستنسور بولسز لونجس، الاثنين مع بعض. يبقى لونجس في البولسز ولونجس في الايه؟ في الريدياليس. لان هنا ديت مين؟ ذا فليكسور بولسز لونجس، صح؟ اللي هي فوق الميديان نيرف على طول. يبقى الاكستنسور بولسز لونجس هي اللي فيها على طول من ميديال تو ذا ليستر تيبركل، لاترال تو ذا ليستر تيبركل اكستنسور كارباي ريدياليس لونجس، وجنبها على طول اكستنسور كارباي ريدياليس بريفس. خلاص؟ طيب احنا عندنا هنا اهوت، وانت على الجنب ده، وانت على الجنب ده، يعني هنا الفليكسور الناريس زيها اكستنسور الناريس، لكن وانت على الناحيه الثانيه الفليكسور بولسز في منها اثنين اكستنسور او اكستنسورز اثنين،
والفليكسور رادياليس في منها اثنين اكستنسور. فدي فليكسور كارباي رادياليس عندها اثنين اكستنسور، اكستنسور لونجس واكستنسور بريفس. دي فليكسور بوليسز لونجس واحده عندها اثنين اكستنسور، اكستنسور بوليسز لونجس والبريفس هنا والبريفس هنا زي كده، اكستنسور بوليسز بريفس وبعدين جنبهم الابدكتور بوليسز، وديت مصد زياده في ناحيه الاكستنسور على ناحيه الايه؟ ناحيه الفليكسور. هنرجع الكلام ده مره ثانيه. وبعدين عندك هنا اثنين فليكسور ديجيتورم، لكن عندك واحده بس اكستنسور ديجيتورم اللي هي الكور، الكور الكتيره اللي موجوده هنا. والاكستنسور ديجيتورم اللي بتاعه الصباع الصغير لوحدها اللي هي اسمها اكستنسور ديجيتي مينيم. يبقى نمسك بقى الاول السهمين دول بيشاوروا على ايه؟ فليكسور كارباي الناريس وفليكسور كارباي رادياليس، وبعدين دهوت ذا ميديان نيرف، وبعدين دهوت فليكسور بوليسز لونجس. تمام؟ يبقى الفليكسور بوليسز لونجس زيها على الاكستنسور اثنين، اكستنسور بوليسز لونجس واكستنسور بوليسز بريفز. الفليكسور كارباي الناريس زيها على الاكستنسور اثنين، اكستنسور بوليسز لونجس لازق في الليستر تيبركل واكستنسور بوليسز بريفز بعيد عن الليستر تيبركل. وبعدين تفتكر ان انت عندك هنا هو ابدكتور بوليسز لونجس ماسل زياده ما كانتش ليها مكان هنا ناحيه الفليكسور تيبركل. طيب هنرجع الكلام ده كذا مره بعد كده. نيجي نتكلم على الترانجلر فايبر كارتش. الترانجلر فايبرو كارتريج من اسمه ترانجل يعني مثلث، والمثلث ما بيتشافش الا في الاجزية. And this triangular fibro cartilage connects the styloid process of the ulna to the medial edge of the radius. يبقى هو طالع من الستايلويد بروسيس و attached to the radius. طالع من الستايلويد بروسيس of the ulna attached to the radius and it is triangular in shape في الاجزية. ولو انت بصيت عليه في الكورونال فهو اللي بيكمل الارتيكولار سيرفيس اوف ذا ريديوس فوق الالنا، يعني ادي السكافويد وادي اللونيت وادي التراكيترم. فالمفروض ان التراكيترم ديت مش بتارتكيليت مباشره مع الالنا، ولكن بيبقى فيه ذا تريانجلر فايبرو كارتج بيفصل ما بينها وما بين الايه؟ وما بين الالنا. اند ذا تريانجلر فايبرو كارتج من اسمه هو تريانجل وفي نفس الوقت فايبرس وكارتج. ففي كارتلاجينس كومبوننت في النص اللي هو الارتيكولار ديسك، وفي من بره اللي هو الفايبروس كبسول بتاعه. And this triangular fibro cartilage زي ما انت شايف كده بيفصل اليونيت والتراكيترم مينلي واليونيت من الالنا. وده التندون بتاع الاكستنسور كارباي النارس اللي احنا شفناه من شويه في الاكزيم. And some tendons can support او ligaments can support التراينجلر فايبرو كارتج بس احنا ما بنشوفهمش في الام ار كويس. اللي هو واحد طالع من الالنا رايح للتراكيترم اسمه ذا الانو تراكيترم، واحد طالع من الالنا رايح لليونيت اسمه ذا الانو يونيت ليجمنت. يبقى الترينجلر فايبرو كارتج عباره عن مثلث مكون من جزء كارتلاجينس في النص وجزء فايبرس من بره، وهو سبورتد بتو مين ليجمنتس. الليجمنتس دول طالعين من الالنا رايحين للعظمتين اللي ليهم علاقه بالترينجلر فايبرو كارتج اللي هم ده اليونيت، ففي حاجه اسمها النو يونيت ليجمنت، والتراكيترم في حاجه اسمها النو تراكيترال ليجمنت. ذا ترينجلر فايبرو كارتريج من اسمه هو عباره عن كارتليج وفايبرس تيجو، فبيبان اسود في كل البلس سيكونسز وبيتشاف في كل الصور، يعني بيتشاف في الاكزيال وبيتشاف في السيجيتال وبيتشاف في الكورونا. لكن ذا بيست واي فور ايفالويشن هو طبعا الكورونا زي ما انتم عارفين. وإذا أنت شكيت إن الترينجلر فايبرو كارتج فيه مشكلة بتستعين بالسيجيتال عشان تتأكد إن المشكلة موجودة ولا لا. فـ شكله في الكورونال بيبقى عامل قرب البابيونا and this is the triangular fibro cartilage، بيبقى attached to the styloid process و attached to the medial edge of the radius. في السيجيتال بيبقى عامل زي الارتيكولار ديسك، هو ده ما بين الألنا وما بين التراكيترم. This is the site of the triangular fibro cartilage. ولو انت بصيت في الرسمه ديت هتلاقي ان triangular fibro cartilage ده هو اللي بيمنع الاتاتشمنت اوف ذيس جوينت سبيس من الديستال ريديو ارنر جوينت. وعشان كده لما تحقن هنا هو صبغه في السكافل يونيت انترفال المفروض ان الصبغه تمشي هنا وما تمشيش هنا. ليه؟ لان التريانجلر فايبرو كارتج هو اللي بيحوشها، ولو اتقطع الصبغه هتنزل على طول في هذا الايه؟ في هذا المكان.
من الحاجات اللي احنا المفروض نعرفها عن الترينجولار فايبرو كارتج، وديت بتؤدي الى اخطاء كتيره جدا، ان هو لما يتحد مع الستايلويد بروسيس ما بيتحدش بسنجل باند، بيبقى فيه تو فاسيكلز، يعني زي رجلتين كده، رجل من هنا ورجل من هنا، and these two fascicles بيبقى في النص ما بينهم فاضي، ودوت بيدي سيجنال عاليه وممكن الصبغه تخش هنا، ودوت في الوقت ده ما بيعتبرش تير، يعني ده this is the normal appearance of the triangular fibrocartilage. الاتاتشمنت بتاعته to the radius ما فيهاش مشاكل، الا ان الراديال articular cartilage ممكن يبقى interposed ما بينه وما بين الايه؟ وما بين الراديوس. بس انت ساعتها هتلاقي ان هو ليه نفس لون الارتيكولار كارتش، فهتعرفه ان هو مش تابل. اما عند الستايلويد بروسيس هتلاقي تو فاسيكلز كده وما بينهم حته فاضيه، then you consider this is normal also. And here you can see what's known as the pre-styloid space. والبريستايلويد سبيس دوت معمول نتيجه وجود هذا البروجيكشن، وهذا البروجيكشن اسمه the meniscus homology. المينيسكس هومولوجي ده كان عباره عن زي ديسك او حاجه كده، بيقولوا في الناس او في الحاجات اللي بتمشي على ايديها، وبعدين لما البني ادم ما بيمشيش على ايديه كده، فحصل ان هو ريجريسد وبقى اتروفيك وما بقاش في منه الا الحته دي بس. بس احنا بغض النظر عن الكلام دوت، ان ديس بروجكشن اسمه ذا مينيسكس هومولوجي، والمسافة ما بينه وبين الستايلويد بروسيس اسمها the pre-styloid process. And this meniscus homology is supported by the ulnar collateral ligament اللي هو ماشي من جنبه على طول. لما نيجي نتكلم على التيرز بتاع دي هنفيض ان هو this is the meniscus homology اللي احنا قلنا عليه، and this is the pre-styloid space. وهما هنا كاتبين it may represent a remnant of a free meniscus interposed between the ulna and the tricuterium in the primary weight bearing breast. الناس اللي كانت بتمشي على مش الناس يعني الحيوانات. يبقى this is the radius and this is the ulna scaphoid lunate tricuterium and this is the scapholunate ligament which is normal and this is the lunotricuterial ligament which is normal. And this is the triangular fibrocartilage. وده الكلام اللي احنا كنا بنقوله، ان ال articular cartilage of the radius ممكن يمشي 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 فيلف عند البيس بتاعه الايه ال triangular fibrocartilage، فيجي لك احساس ان في هنا defect او حاجه which is not true. And this is the meniscus homology without the pre-styloid space. من ضمن الحاجات اللي احنا نعرفها ان البريفرال ليجنز في الترينجولار فايبر كارتج بتتصلح، لان البريفرال ليجنز البريفرال اسبيكت اوف ذا ديسك از فاسكولار، يعني هو البلاد سبلاي بتاعه موجود فيه. اما السنترال ليجن اللي هو ديفويد اوف فاسكولاريتي، فلو حصل فيه اي مشاكل فبيشيلوه على طول. ديت بس ان احنا من الحاجات بتاعت ازاي بنعالج التير في الترينجولار فايبر كارتج. يبقى السهم ده بيشاور على السكافولينيت، والسهم دوت بيشاور على دلونو تراكيترال رينج. هنا بقى ممكن تقول ان ده العلاقه ما بين الانا وما بين الريديوس ما هياش بتاعه السوباينيشن ولا البرونيشن، لان دي مسافه جامده جدا ما بين الانا وما بين الريديوس. And at that time you can say and this is dorsal subluxation of the distal radio ulnar joint. وده اللي بيحصل لو حصل تيرز في الترينجولار فايبرو كارتج على حسب الاتجاه بتاعه، الالنا بتسبلكسيت. فلو كان في فولار تير يعني من الناحيه دي هيحصل دورسال سبلكسيشن زي دوت كده، لو كان في دورسال تير فالالنا هتنزل الناحيه الثانيه، لو كان في ماسيف تير في كل الترينجولار فايبرو كارتج فالديسلوكيشن بيبقى في اي اتجاه. دايما تفتكر ان الديجنريتيف تيرز، وانا عامل لك ان وان عشان تفتكره، ان الديجنريتيف تيرز يوجوالي اوكير نير ذا انا، وايل ذا تروماتيك تيرز يوجوالي اوكير نير ذا راديوس. اند موست اوف ذا اوف ذا اوف ذا تيرز في الترينجولار فايبر كارتج بتكون اساسها تروماتيك ان نيتشر. التيرز بتاعه الترينجولار فايبر كارتج ما بتحصلش في الناس الصغيرين في السن، ما هياش كومن قوي، لكن زي ما مكتوب هنا ان 40% of the tears occur in the fifth decade، يعني في الاربعينات، و 50% بيحصل في الخمسينات. 40% في الاربعينات و 50% في الخمسينات.
ان انترا سبستانس ديجنريشن زي ما وريت يعني كل الناس عارفين الديجنريتيف تشينجز في المينيسكس بتاع الني او في اي حاجه بتبقى عباره عن abnormal increase in the signal within the cartilage او the TFC بس ما بيكونش reaching the articular surface. لكن لو وصل السيجنال الى الارتيكولار سيرفيس فده معناها ان ذيس از تير. اند ذيس از دايما انا كاتب كده سنترال برفوريشن اوف ذا ترينجولار فايبرو كارتليج مكان السهمين اللي هم بيشاوروا عليه. هنا يعني لو ده ام ار ارثروجرام دي صوره منقوله من الكتاب. هو بيقول يعني ان لو انت دققت قوي 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 هتلاقي ان في ثقب صغير جدا هنا اهوت وهو اللي خلى فيه صبغه تنزل ان ديستال راديو انر جوينت. يعني هي صعبه قوي في التشخيص لكن وجودها بعيد عن الراديوس يعني ما هياش هنا بالظبط بيخليك تقدر لو كانت قريبه قوي من الراديوس ممكن تقول ذيس ذا ارتيكولار كارتيج فتفوتها على ان هي طبيعي. خلاص الموضوع ده ان الماينور تيرز اوف ذا ترينجولار فايبرو كارتيج مش هتنفع تعملها الا بالام ار ارثروجرافي. يعني هو ده هيبان طبيعي جدا في الام ار اوف ذا ريست لاين. من ضمن الفاليوز المهمه للساجيتال ان هو الاسسمنت اوف ذا ترينجولار فايبرو كارتج. فهنا مثلا ان ذيس ساجيتال ايمج ذيس ذا انا اند ذيس ذا تراكيتريم ان يو كان سي ذا ترينجولار فايبرو كارتج وهو انتاكت. لكن هنا ان ذيس ساجيتال وفيها ارثروجرافي you can see ان في perforation in the triangular fibro cartilage وده اللي خلى الصبغه تيجي من فوق وتنزل الى تحت. فاحد استخدامات الساجيتال هي انك انت تشخص بيها perforation of the triangular fibro cartilage. الايمج دي شفناها قبل كده لما قلنا ان this is the type 5 tear او خلينا نقول tear of the scapholinate ligament وكان اللون تراكيترال ligament مش موجود. And this arrow points to in the injury of the triangular fibro cartilage at its attachment to the styloid process وده اللي خلى الصبغه تيجي من هنا وتنزل في هذا المكان. In this example and this is the site of the triangular fibro cartilage المفروض ان الكارتليج دوت يكون ماشي 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 لحد لما يشبك في الراديوس. And in this gradient image and you can see this perforation within the triangular fibro cartilage. Then you should remember ان البيز بتاعت الترانجولار فايبرو كارتريج السواده مش لازم تكون واصله لحد الستايلويد بروسس علشان موضوع الفاسيكلز اللي هو بيأتاتش بيهم تو ذا ستايلويد بروسس. And you remember ان ده هو الايه مين العمايه دي؟ ممتاز. And this is the tracheotomy ودوت مين؟ الهامين. الهامين. طيب كويس ان شاء الله هنوصل باذن الله. طيب and this is an MR arthrography now of the wrist and you can see the perforation of the triangular fibro cartilage near the radial attachment, the leak of contrast in the distal radial ulnar joint. This is the scaphoid, this is the lunate, this is the tracheotomy, this is the scapholinate ligament and the non tracheotomy ligament is not present. And this is perforation of the triangular fibro cartilage قبل ما يتحد مع الراديوس. And this is the normal attachment of the TFC to the styloid process. And here you see the scapholinate ligament which is normal. And you can see the lunotracheotomy ligament which is normal برضه. هنا دي صورة منقولة من الكتاب طبعا اكيد عندكم انتوا الكتاب دوت. ادي الترينجولار فايبرو كارتليج وبعدين السهم بيشاور على ديفكت ان ذيس بارت. العيان محقون ارثروجرافي وكل حاجة يعني ممكن يكون في شوية صبغة نزلوا هنا اهوت لكن اتس ايزي انك انت تشوف ان في هنا اهوت تير نير ذا راديال اتاتشمنت. And you remember ان التيرز نير ذا راديال اتاتشمنت ار يوجوالي سكندري تو تروما while the tears near the ulnar attachment are usually secondary to degeneration. Then this is a massive tear of the triangular fibro cartilage with big defect between the medial edge of the triangular fibro cartilage and the radius. This is the remaining part of the triangular fibro cartilage and you can see that this gap, this is the tracheotomy of course and this is the lunate.
then you should know about the ulnar variance. والulnar variance هو معناه علاقة الالنا بالradius من ناحية الarticular surface. normally the articular surface of the radius المفروض إن هو ماشي smoothly مع الarticular surface of the ulnar. ولكن في بعض الأحيان بتكون الالنا طلعة لقدام شوية وده بنسميه positive ulnar variance أو رجع لورا شوية فبنسميه negative ulnar variance. فلو أنت عملت خط ما بين الراديوس وما بين الالنا ولقيت الالنا طالعه لقدام يبقى دوت بوزيتيف فارينس، لقيت الالنا راجع لورا يبقى دوت نيجاتيف فارينس، لقيتهم هما الاثنين على نفس الليفل يبقى دوت نورمال ما فيهوش او نيوترنت او نيوترنت فارينس ودوت ما فيهوش مشاكل. اللي بيبقى فيه مشاكل للاثنين التانيين سواء بالبوزيتيف او بالنيجاتيف. وانت عارف ان الترانجلر فايبرو كارتريج موجود هنا وهو اول واحد هيتضايق من الحركه ديت، ان الالنا طلعت لقدام فبيعمل مشاكل او الالنا رجعت لورا فبيعمل مشاكل. ف نيجاتيف فارينس يعني رجعت لورا، بوزيتيف فارينس يعني طلعت لقدام. and in this case you see positive ulnar variance ان الاسهم اللي انت شايفها ديت بتوري لك ان الترانجلر فايبرو كارتريج في كذا سايت اوف بيرفوريشن. طيب and this is an example of which variance اللي هو the negative variance. this is the radius and if you draw a line هنا اهوت هتلاقي ان الالنا راجع لورا and this arrow points to a defect in the triangular fiber cartilage. ما هوش واضح قوي عشان الصوره بس مسوديه شويه. and this is positive ulnar variance بالزياده قوي، يعني انا سي هنا اهوت this is the articular surface of the radius and the articular surface of the ulna is far away منه. Then you look to the triangular fibrocartilage اللي هو اتمط واتشد واتعمل فيه كل حاجة لحد لما وصل لمكانه وفي الوقت دوت it is intact، يعني ما فيهوش abnormal signal وكل حاجة تمام، والارو دوت بيوري لك the site of the attachment بتاعته ان هي لسه ممسوكة ما اتفصلتش من مكانه. then positive ulnar variance ممكن يؤدي الى هذا السندروم اللي هو بعض الناس بتسميه ulnar abutment syndrome او بعض الناس بتسميه ulnar lunate impingement syndrome او تسميه لوحده impingement بس syndrome لوحده زي ما يعجبك. كل الحاجات ديت مفيش منها حركة. ايه اللي بيحصل؟ ان بيكون في positive ulnar variance يعني الالنا طالعه لقدام. كون ان الالنا طالعه لقدام بتقرب من اليونيت عشان كده هو ulnar lunate. الالنا واليونيت قريبين جدا من بعض، ومين اللي مزنوق في النص ما بينهم؟ ده triangular fibrocartilage. بكل بقى ما الريست ده يتحرك الالنا تخبط في اليونيت وتبوظ في triangular fibrocartilage. يبقى هذا السندروم عباره عن ان في positive variance الالنا طلعت قدام، وان في امباكشن ما بين الالنا وما بين اليونيت، وده هيخلي فيه بون مارو تشينجز نتيجه الاحتكاك ما بينهم، فيحصل بقى بون مارو اديما وساعات سكليروزس وكده، والترانجرا فايبر كارتج اللي في النص يتقطع. هو ده المركبات بتاعت الايه؟ بتاعت هذا السندروم. فلو انت جيت بصيت على مثلا عيان زي ده كده هتلاقي ايه؟ ان انت الالنا طلعت لقدام عن الريديوس، صح؟ يبقى ده اول كومبوننت اللي هو بوزيتيف ulnar variance. then you look to the lunate and you see bone marrow changes في اليونيت نفسها يبقى في impaction. then you look to the triangular fibrocartilage بس تشوفه بقى في حته احسن من كده شويه في الستير او في الجريدينت هتلاقيه مقطوع، يبقى انت حققت الكومبوننتس. يبقى في triangular fibrocartilage injury، ليونيت كارتليج ديجنريشن لان الارتيكولار كارتليج ليونيت بيبوظ الاول، وبعدين مور مارو تشينجز انت انا اند ليونيت هنا وهنا، وبعدين ده لون التراكيترال ليجمنت ممكن يتقطع لان دي ليونيت وده التراكيترم وكل الشغلانه ديت قريبه جدا منه، وهذا يؤدي في الاخر خالص الى ريست انستابيلتي. يبقى خلاصه القضيه، لو انت لقيت بوزيتيف ulnar variance بس بوزيتيف ulnar variance بس ما معهوش اي حاجه ثانيه يبقى دوت اسمه بوزيتيف ulnar variance. لو لقيت معاه مارو تشينجز ان ذا ليونيت يبقى اسمه امباكشن سندروم بغض النظر الترانجلر فايبر كارتج مقطوع ولا لا. لو كان مقطوع يبقى خلاص الكومبوننتس كلها بتاعت السندروم بقت موجوده.
يبقى هنا ادي الكومبوننتس كلها تقريبا موجوده. بوزيتيف النر فاريانس تون ترانجولار فايبرو كارتريج بون مارو تشينجز ان ذا يونيت واللونو تراكيترال ليجمنت شكله مش واضح كده زي ما يكون ان هو مقطوع. طيب نيجي بعد كده لنقطة مهمة جدا في الريست وهي الكاربال تانل سيندروم. يبقى احنا دلوقتي خلصنا العض وخلصنا الاناتومي اوف ذا تندونز واتكلمنا شوية على السكافولينيت واللونو تراكيترال ليجمنت واتكلمنا باستفاضة على الترانجولار فايبر كارتريج النورمال اناتومي بتاعه والاسسمنت اوف انجريز بتاعته. ودلوقتي هنتكلم على الكاربال تانل سندروم. يعني ايه كاربال تانل سندروم؟ يعني ان واحد او واحده كومنلي بتشتكي من وجع في ايديها وتنميل في صوابعها وحاجات زي كده نتيجه ان الميديان نيرف متضايق جوه الكاربال تانل. الميديان نيرف اللي متضايق جوه الكاربال تانل الاول فين هو الكاربال تانل؟ الكاربال تانل هو المسافة ما بين الفليكس الريتيناكيلم وما بين العظم اللي بيعمل الصف الثاني والاولاني من الايه؟ من الكاربال بونز. And you remember العظمية ديت اللي هي the trapezium وان دوت the tubercle of the trapezium وان هو مشدود ما بينه وما بين الهوك اوف ذا هيميت ذا فليكس الريتيناكيلم واللي هي بتحتضن كل الفليكس تندونز والايه؟ الميديان نيرف. And the normal appearance of the median nerve is elliptical. يعني عامل زي ال زي المغزل كده الصغير وليه بوز من هنا وليه بوز من هنا ومحدب من هنا ومحدب من هنا والسيجنال بتاعته الطبيعيه ان هي انترميديت ولا هي بيضاء ولا هي سوداء اللي هي انترميديت سيجنال في كل البلد سيجنالز. The intermediate signal in all pulse sequences. This is the normal appearance of the median nerve. اي حاجه تحصل في الميديان نيرف غير كده يبقى دوت الكاربال تانل سندروم. يعني لو الميديان نيرف اتبطط او السيجنال بتاعته اتغيرت يبقى دوت مجرد المنظر بس يبقى اسمه كاربال تانل سندروم. لكن الكاربال تانل سندروم ليه اسباب هي اللي بتخلي الميديان نيرف يتزنق او يتغير السيجنال بتاعته وكده. وقد الاسباب دي تبقى موجوده في الصور وقد لا تكون موجوده لان سبب رئيسي جدا للكاربال تانل سندروم ان هو مش معروف السبب بتاعه ان هو ايديوباثيك. فلو انت بصيت على الكاربال تانل دوت this is normal appearance of the median nerve fusiform and the intermediate signal and this is carpal tunnel syndrome the median nerve is flattened and the signal is increased. لو احنا بصينا هنا في ال T1 وال T2 you see that in the T1 weighted image the median nerve looks normal. In the T2 weighted image the signal of the median nerve has increased يبقى معناها ان في carpal tunnel syndrome. And these are the components of the syndrome. ان الميديان نيرف يتخن او يتبطط الاثنين abnormality. يعني سواء كعبر او اتبطط يعتبر ده abnormality. او ان السيجنال بتاعته تزيد او ان الفليكس الريتيناكيلم بدل ما تبقى خط تبقى بويد كده يعني فيها قوس نتيجه ان في البريشر جوه او الكونتنس بتاعه الكربون تانل بقت اكتر من الطبيعي. وفي بعض الناس بتعمل مقاسات للموضوع دوت بس انت ممكن ما تشغلش بالك قوي بالحكايه دي. لو انت جيت احنا قلنا دوت مين؟ الترابيزيوم ودوت التوبركل اوف ذا ترابيزيوم ودوت الهوك اوف ذا هامين. خلاص لو انت جيت وجريت خط ما بين التوبركل اوف ذا ترابيزيوم والهوك اوف ذا هامين وبعدين جيت من القبه ابعد نقطه في الفليكس ريتيناكيلم ونزلت عليها بيربنديكولار لاين. خلاص وبعدين قسمت الطول بتاع البيربنديكولار لاين على الطول دهوت المفروض الحصيلة طبعا ده صغير وده كبير فالريشيو دوت هيطلع أقل من 0.1. خلاص لو طلع أكتر من كده يبقى معنى كده إن الفليكس الريتيناكيلم ديت مقعرة أكتر من الطبيعي يبقى ده كاربال تانل. حد فاهم حاجة؟ ها؟ فاهمينها؟
والله أكثر لأن البسط هو اللي هيبقى زيادة. نعم قول تاني. طيب هنيجي عند الليفل ده اللي هو في التيبركل اوف ذا تيرابيزيوم والهوكوب ذهبيت ونجر الخط، وبعدين نيجي عند الفليكسبل تناكلم ونشوف ابعد نقطه فيها ايه وننزل عمود على الخط ده، وبعدين نقسم طول العمود على طول الخط الكبير هيطلع ريشيو. الريشيو دوت المفروض ان هو نورمالي يكون اقل من 0.1. لو هو كبر عن 0.1 يبقى معنى كده ان الفليكسبل تناكلم زادت في الكيرف بتاعها، يبقى معنى كده ان في كاربال تانل. وبتزاد الكيرف على تنفيذ الاحسن. لا ما مش بمزاجها، لان هي المفروض مشدوده. يعني ما لما مش بتزيد عشان توسع الكربون تانل، لا هي بتزيد رغم عنها. ان هي في حاجه اضافت على الكربون تانل فخلتها تقب اكتر من الايه؟ اكتر من الطبيعي. بس انا عاوز اقول ان ديت ذا ليست بوينت فور اسيسمنت. يعني عمري لو انت لقيت الميديا نيرف شكله طبيعي والسيجنال بتاعته طبيعيه، مش هي الفليكس ريتراكيلم اللي هي هتقول ان ده كربال تانل ولا لا، مش هي لوحدها ان this is the supportive sign. These are the causes of the carpal tunnel syndrome اللي هم اشهر واحد فيهم على الاطلاق، ان يكون ما فيش سبب او مش باين سبب في الاشعه يعني، لكن وانت عامل الاشعه لقيت الالنا نيرف شكله مش طبيعي والسيجنال بتاعته مش طبيعيه، يبقى في كاربال تانل. ان يو لوك فور ذا كوز يو كان نوت سي ا كوز. في بعض الاحيان بيكون في تينو ساينوفايتس اوف ذا فليكس اوف تندنز، وده شيء طبيعي لان في ميه اتعبت حوالين التندنز فزودت حجم الاستراكشرز اللي موجوده جوه الكاربال تانل، فبالتالي كبرت الايه الكونتنتس، فبالتالي زنقت الميديان نيرف، فبالتالي حصل كاربال تانل سيندروم. او الفراكشرز، واشهر واحد بيضايق الكاربال تانل هو الهوك اوف دهاميت. اما الهوك اوف دهاميت تتكسر بتعمل اديما ومش عارف ايه، وبعدين تعمل سكارنج وكده وتضايق الكاربال تانل. انفلاماتوري تشينجز زي الروماتايد والجاوت واي جرانيومتس انفكشن يحصل جوه الكاربال تانل هيزود الكونتنتس، هيعمل مشاكل. تيومرز اوف ذا ميديان نيرف، ومن الحاجات المشهوره جدا اوف ذا ميديان نيرف دوت اللي هو اسمه ذا فايبرو لايبوما اوف ذا ميديان نيرف. وممكن انت تستغرب قوي ان التيومر ده ممكن ما تكونش شفته ولا مره في حياتك، صح؟ صح؟ الا في الكتاب او يعني في بعض الاحيان كده، لكن انا من ساعه ما عرفته وانا بشوف شفته على الاقل مرتين ان كلينيكال براكتس، يعني في افلام عاديه وصادق. فده معناها ان هو يعني انا ما شفتش نيورو فايبروما اوف ذا ميديان نيرف الا في الكتاب، لكن شفت فايبرو لايبوما مرتين وانا بكتب التقارير. فده معناها ان هو ما هوش ذات رير، يعني ممكن تشوفه بس ليه كاركتر معينه تشوفها دلوقتي. وبعدين تيومرز inside the carpal tunnel، كان يكون في جانجلين او يكون في لايبوما او هيمنجيوما، او ان الفوليوم اوف ذا كاربال تانل بيزيد في حالات الاكروميجالي والهايبوثايروديزم والديابيتس والسيستميك لوبس. كل ديت اسباب للكاربال تانل سيندروم. This is the موضوع بتاع البربنديكولار ديستنس. ده عيان ما عندوش كاربال تانل سيندروم والميديان نيرف شكله طبيعي، وده عيان عنده كاربال تانل سيندروم والميديان نيرف شكل السيجنال بتاعته مش طبيعيه. And you see that the perpendicular distance زادت، معناها ان الفليكس الريتيناكيلم بقت متقوسه اكتر من الطبيعي. Then you look to the ratio it is 1.6، يعني اكتر من واحد. اوكي؟ And this is a supportive sign. It is not a diagnostic by itself، ولكن is a supportive sign ان في هنا هو كاربال تانل سيندروم. This is the hamate trapezium distance. ده الهوك اوف ذا هامات، وديت التوبركل اوف ذا trapezium زي ما احنا اتفقنا. This is the normal ratio اللي هو اقل من 0.1، and this is the abnormal ratio اللي هو اكثر من 0.1. ده ستير ايمج، وده فات سبريشن ويز كونتراست، and you can see abnormal signal and enhancement of the median nerve or abnormal configuration of the median nerve diagnostic of carpal tunnel, but you cannot see the cause of the carpal tunnel.
This is another case of carpal tunnel syndrome. You see flattening and abnormal signal of the nerve compared to the normal appearance of the nerve in the T1 and the T2. These two images are normal. Normal appearance of the median nerve in the T1 and T2 with the image. وهنا هو the median nerve is flattened with abnormal signal. طبعا انتوا عارفين ان العلاج بتاع الكاربال تانل جراحيا سهل جدا، ودلوقتي بقى بيتعمل بالمناظير، انك انت تدخل تقطع الفليكس الريتناكيوم علشان خاطر توسع او تشيل البريشر الزياده اللي جوه الكاربال تانل، فالميديان نيرف يتحرر فيرجع الوجع يروح او حاجات زي كده. This is an example of endoscopic release of the flexor retinaculum. This is the flexor retinaculum وده المكان اللي اتقطعت فيه، وده طبعا الميديان نيرف زي ما احنا ايه عارفين. This is an example of fracture of the hook of the hamate resulting in carpal tunnel syndrome. ادي الهامات مشهوره قوي بالهوك بتاعها. And this is the site of the fracture and this is the appearance of the median nerve. And then see the median nerve is flattened and it shows abnormal signal. Then you can know that this is carpal tunnel. The hamate shows low signal in the T1 and high signal in the T2. معناها ان في bone marrow edema secondary to the trauma. This is the classic appearance of what is known as fibrolipoma of the median nerve. You can say fibrolipoma or fibrolipomatous hamartoma or hamartomatous lipoma. قول زي ما انت عاوز، بس this is the classic appearance. المنظر بتاعها بتلاقي مكان الميديان نيرف بقى فيه كوره كبيره جدا بيضه نتيجه الفات ومليانه نقط سوداء اللي هي الفايبرز بتاعه الميديان نيرف نفسه. Then you can easily say that this is the fibrolipoma of the median nerve. يعني this is in the sagittal image. لو شفتها مره مش هتنساها، لان مفيش حاجه ثانيه زي كده خالص. يعني لو انت شفت الكلام ده ما بتلاقيلوش منظر شبيهه تقريبا خالص. نعم. T1 T1 فات ابيض. نعم. اللي تحت ده اللي هو جوه الفليكسر، يعني جوه الكاربال تانل ده، والميديان نيرف بره الفليكسر ريتيناكيلم، وده جوه الفليكسر ريتيناكيلم. And this is the site of the median nerve. وطبعا زائق حواليه الفليكسر تندونز. الصوره دي يعني متهيألي بعد لما تشوفها وتعرفها هتشوفها كتير، لانك انت ممكن تكون بتفوتها او بتغض الطرف عندها. عندنا احنا طريقه كده، الشباب بتوعنا لما بيجي يكتب حاجه وبيلاقي حاجه هو مش عارفها بيعمل كانه ما شافهاش فعلا، يعني يغض الطرف عنها ويكتب بقى التقرير على كده وبتاع، لما تيجي تكلمه يقول لك انا ما خدتش بالي، يعني هو بيكون شايفها بس مش عارف ايه هي. ف دايما الواحد لما بيعرف، كان عندنا استاذ زمان يقول لك انت بتشوف اللي انت عارفه، او بتشوف اللي انت بتدور عليه، فانت مش هتدور على حاجه انت مش عارفها، فانت بتدور على مثلا تير في الاي سي ال، فانت عارف التير ده شكله ايه وبتدور عليه فبتلاقيه. لكن لو انت مش عارف انت بتدور على ايه، فكل اي سي ال مقطوع قصادك تقول الجمله المشهوره اللي احنا حذرناكم منها دايما، فازي مش عارف ايه configuration of the median nerve showing intrasubstance abnormal signal however there is no evidence of tear in the ACL. تيجي تكلمه المقطوع ولا مش مقطوع يقول لك هو شكله بس كده مش طبيعي. المهم دي المرة الوحيدة اللي أنا شفت فيها neurofibroma of the median nerve، وديت في الكتاب. And this M ديت refers to the median nerve، والسهم دوت بيشاور لل neurofibroma، وهي هنا in the T1 weighted image and in the T2 weighted image. والدياجنوزس of neurofibroma بيعتمد في المقام الأول على الصبغة. لازم تحقن صبغه والليجن ياخد صبغه. عليك السلام. علشان تقدر تشخص ان this is the neuro fibroma. This is very important. And you can easily say that this is a lipoma in the carpal tunnel. علشان هي of fat signal زيها زي subcutaneous fat. ولو عملت T2 والفات اسود هي هتسود، ولو عملت ستير والفات بقى اسود قوي هي برضو هتبقى اسود قوي. And this is an example of tenosynovitis. ميه حوالين الفليكسر تندونز ماليه الكاربال تانل، and the median nerve showing abnormal signal او hyper intense signal denoting ان هو في كاربال تانل.
نفس الحكايه في هنا هو تينوسينوفايتس، ميه كتيره قوي جوه الكاربال تانل، اند ذا ميديان نيرف بقى لونه اتغير ان ذا تيتويتد ايمج دينوتنج ان في كاربال تانل سيندروم. فاكرين لما احنا اتكلمنا على تينوسينوفايتس بتاعه الانكل وقلنا ان الاكيوت تينوسينوفايتس او الحاجات اللي لسه يعني انفلاميشن جديد بيبقى فيه ميه حوالين التندون، كل لما الامور تقدم تبقى كرونيك يعني او يكون في اليمنت اوف جرانيلوماتس انفكشن زي التي بي وخلافه، بيبقى اللي حوالين التندون مش ميه، بيبقى زي جرانيليشن تيشو، فما بيديش برايت سيجنال ان ذا تي 2 ولكن بيدي ليس برايت سيجنال ان ذا تي 2، then you can say that this is a granulomatous or chronic type of tenosynovitis. زي ما قلنا النيرف الميديان نيرف ممكن يتزنق ويحصل في كاربال تانل سيندروم، في بعض الاحيان الالنا نيرف بيتزنق ويحصل فيه برضه نيرف انترابمنت سيندروم. واعتقد ان انتوا قريتوا في حتت كتيره قوي ان في ناس كده عملت شغلانات كتير على النيرفات اللي ممكن تتزنق في الجسم، وحطوا فيها السوبرا سكابيلار نيرف اللي هو بيتزنق في السوبرا سكابيلار نوتش في الشولدر، والالنر نيرف اللي هو بيتزنق عند الريست وبيتزنق عند الالبو، والميديان نيرف اللي هو بيتزنق في الفليكسر ريتناكلم، ومش عارف مين اللي بيتزنق في الترسل تامل سندروم وهكذا. Then this is the الالنا نيرف بيمشي ناحيه الالنا وبيمشي في كانال، شايفين طبعا الحته ديت بتمثل الفليكسر ريتناكلم، في بقى حته كده او فرع من الفليكسر ريتناكلم بيعمل كانال بيمر فيها الالنا نيرف والالنا ارتري، وهذه الحته او الكانال اسمها ذا جوينز كانال. الجوينز كانال علشان تلاقيها ببساطه فهي موجوده في حتتين، الحته الاولانيه اول ما تشوف البيزي فور، والحته الثانيه اول ما تشوف الهوك اوف ذا هيميت، هما دولت المكانين اللي انت كان سي فيهم ذا جوينز كانال. هي ادي المكان بتاعها، ده طبعا الكاربال تانل، وادي الميديان نيرف، والمفروض ان المصل اللي فيها على طول هي ذا فليكسور بولسس لونجس، اي هوب انك انت لسه فاكر. وبعدين هنا هو ذا جوينز كانال كونتيننج ذا ارتري اللي هو اسود عشان السيجنال فايد اللي فيه، وشويه برانشات كده من اللي هم ريليتد تو ذا ulnar نيرف. And these are the three sites where you can see and elicit abnormalities in the ulnar nerve near the rest. السايت الاولاني اللي هو لما ما كانش فيه كاربال تانل خالص وكان فيه فليكسور اسمها ايه ديت؟ فليكسور الناريس. تيجي طبعا الالنر نيرف ناحيه الالناريس، ده شيء بديهي. فاول ما تلاقي الفليكسور كارباي الناريس تبص فيها then you can see the ulnar nerve. And this is the site الاولاني قبل ما توصل للفليكسور ريتناكي. لما توصل للفليكسور ريتناكي you look to the busy form. Then medial to the busy form you can see the Goins canal. لما تمشي لقدام شويه ناحيه السكند رو بتاع الكاربال بونز then you look to the hook of the hamate. And the posterior to the hook of the hamate or volar to the hook of the hamate you can see the Goins canal where the ulnar nerve is present. في الوقت دوت لو انت حد قال لك شوف لنا انترامنت اوف ذا ulnar nerve في الريست تبص في الثلاث اماكن دول. رقم واحد اللي هو deep to the flexor carpi ulnaris، رقم اثنين medial to the busy fold، رقم ثلاثة volar to the hook of the hamate. Then this is the only example and I have seen once lesion in this area. ده ما نقول من الكتاب، لكن الليجن اللي انا شفته لسه ما حطيتوش هنا. And it's almost similar to that. This is a ganglion in the Goins canal. And you see fluid signal كتيرة جدا، multilocate. طبعا لما تلاقي fluid signals بس كده من غير septations ولا حاجة ويكون في tendon فده tenosynovitis. لكن لما تلاقي septations فتبقى ناحية الجانجليون أكتر منه من الإيه؟ من التينوسينوفايتس. شويه كلام على الفراكشرز، طبعا كلكم عارفين الفراكشرز حوالين بس معظمها مشهور جدا ما فيهاش يعني، والاي بي سيز في الاشعه ايام زمان يقول لك كولس فراكشر ومش عارف مين والكلام ده مشهور قوي بالنسبه لنا. لكن زي اي فراكشر في اي جوينت فانت بتستخدم الام ار مش عشان تشوف الكسر ولكن عشان تشوف السوفت تيشوز والتندينس انجرز والترانجلر فايبرو كارترج والكلام ده كله.
then you know ان this is the coolest fracture اللي هو impacted fracture of the distal end of the radius, then you can evaluate the بيندي الليونيت كويس. يعني سي هنا هو نقرة في الليونيت and maybe the scaphoid unit ligament is torn and you need to see بقية البلس sequences عشان تشوف the state of this ايه of this abnormality. في الريست دوت تقريبا ما انت شايف اي حاجه خالص. في الام ار ستير ايمج ان يو كان سي الاسكافويد فيها انكريز سيجنال معناها بون مارو اديما, لان دوت تي 2 اللي هو الفلويدز فيه بتبقى بيضاء. Then you look to the triangular fiber cartilage, رايك فيه ايه؟ كويس قوي. And what about the scaphoid unit ligament? Possibly torn. And the lunotracheal ligament? كويس. Then العظمية ديت ايه؟ كويس يا انهي عظمية دي؟ ده مين طيب؟ اسكافويد ليونيت تراكيترا وبعدين ترابيزيوم. مفيش ترابيزويد بقى, دي الكابيتيت ودي الهاميت. الترابيزويد ما جاتش في السكشن دوت. And this is the هاميت. And this is bone marrow edema اسود في T1 ابيض في T2 secondary to throat. طيب ده مين؟ اسكافويد. وده ليونيت اسكافويد ليونيت ليجمنت مقطوع. وبعدين ده تراكيت. وبعدين دوت تراكيت فايبرو كارتريج لاسريشن تير في الحته ديت. شايف كومبلكس تير ان ذا ريجن اوف ذا تراكيت فايبرو. طيب and this is the fracture of the ulnar crystalloid process, bone marrow edema of the ulna and the tear at the base of the triangular fibrocartilage. ده fracture مشهور في الكتب كلها اسمه die bunch fracture في الراديوس اللي هو بتاع الناس بتوع البوكس. لما تيجي تخبط ايدك كده فتروح الكاربال بونز راجع لورا فتروح مفشفشه الراديوس ويروح العظم كله راجع لورا. فهو عباره عن كومبوننت على بعضيه. الكومبوننت دوت بيبقى فراكشر اوف ذا ليونيت فوسا ويز بروكسيمال ديسبليسمنت اوف ذا ليونيت. يعني ادي الراديوس اهي وادي ده المفروض اسمه ذا سكافويد فوسا ودوت اسمه ذا ليونيت فوسا. فلما ترجع العظم كله لورا تروح الليونيت خبطه هنا في الحته دي تتكسر فالليونيت ترجع لكده يبقى اسمها بروكسيمال ديسبليسمنت اوف ذا ليونيت ويز فراكشر اوف ذا ليونيت فوسا. دولت التو كومبوننتس الاولانيين. بعد كده disruption of the articular cartilage ده شيء طبيعي لان الريديوس بتتكسر. وبعدين الفراجمنت دي بترجع لورا يعني تطلع كده على ناحيه الدورس الاسبكت. هم دولت الكومبوننتس بتاعت هذا الايه الداي بانش فراكشر. اهو انترا ارتيكولار ديستال ريديال فراكشر يعني الريديوس بتتكسر involving the articular surface خلاص of the unit fossa اللي هو الفصه اللي اليونيت بتارتكليت فيه. dorsal displacement of the medial fragment اللي هي ديت بترجع لورا. وبعدين dorsal tilt and shortening of the radius هتلاقي ان الريديس بقت قصيره وبقت كانها راجع لورا شويه. ده الكومبوننتس اوف ذا داي بانش فراكشر. then you came to the famous fracture at the wrist اللي هو the scaphoid. والسكافويد هو the second most common fracture of the wrist بعد مين؟ بعد الكولس. بعد الكولس فراكشر. And it involves the waste of the scaphoid bone في 70% من الحالات. وفي بعض الحالات بيأفكت the tubercle of the scaphoid bone. وده بيبقى التوبركل بيبقى اقلهم حده واقلهم في الكومبليكيشنز. اللي هو incomplete او tubercle fracture بيبقى good prognosis. انا في مره جالي scaphoid fracture واتكسر عندي التوبركل الحمد لله يعني الامور مشت كويس وما حصلش vascular necrosis ولا حاجه. فمعنى كده بس هو fracture scaphoid دوت يعني الله لا يوريك يعني رغم ان الفراكشر اللي عندي كان قد كده نمنم ما كانش باين خالص لكن يعني كان في ايدي اليمين وانا وطبعا بكتب بقى تقرير وحاجات زي كده. فقعدت لي شهر كده عندي
يعني out of function. المهم complete fracture ده هو اللي هو complete disruption يعني مش فيشر، بيبقى liable for non-union لأن اليونيون السكافويد وحش جدا ويؤدي إلى complications عديدة أشهرها الأفاسكولار نكروزس والأوستيوأرثرايتس، وساعات يكون أحد أسباب الكربال تان. مهمة الـ MR في الموضوع ده مش إنك أنت تشوف الفراكشر، ولو إن في بعض الأحيان you cannot see the fracture by the plain X-ray وتضطر إنك أنت تعمل له CT أو MR عشان تشوف، لكن الأساس إنك أنت تشوف إذا كان حصل أفاسكولار نكروزس أوف ذا سكافويد ولا لأ. ف كلنا عارفين ان البلاد سبلاي اوف ذا سكافويد بيجي في الديستال بارت، وعشان كده لما تتكسر البروكسيمال بارت هو اللي بيحصل فيه افاسكولار نكروزس. واحنا عاوزين نتفق ان الافاسكولار نكروزس في السكافويد مش هيتشخص الا لو السكافويد كانت سودا في كل البولس سيكونسز، يعني كانت سودا في التي 1 والتي 2 وكل والستير وكل، لكن لو كانت سودا في التي 1 وبيضت في الستير فمعناها ان ذيس از لسه فايبل بون وفي بون مارو قديمه ما هواش نيكروز. And this is an example of a scaphoid fracture affecting the proximal part of the scaphoid. لكن in the stair image the whole scaphoid is edematous، يعني كلها فيها increased signal، معنى كده ان ديت بون مارو قديمه وليست افاسكولار نيكروز. في التو اكزامبلز دولت عندك هنا فراكشر اوف ذا سكافويد اند ذا فراجمنت شود نورمال بون مارو سيجنال، يعني ستيل ما فيش ولا اديما ولا في افاسكولار نيكروزس، وهنا هوت ذا بروكسيمال فراجمنت شوز لو سيجنال. انت عشان تقول ان ذيس بارت از نيكروتيك لازم يكون في ستيل، ففي الستير ايمجز لو كانت دي سودا برضو يبقى ده معناها ان هي ار ديلينج ويز افاسكولار نيكروز. زي في المثال ده في فراكشر هنا هوت في الحته ديت اللي هو باين هنا اللي هو الخط الاسود المعرج ده. معظم السكافويد بون از برايت ان ذا جريدينت ايمج، معناها ان بون مارو قديمه ما عدا البوز بتاعها اللي هو الصغير قوي ده اللي هو اسود هنا واسود هنا، and this is the necrotic part of the scaphoid. ده definite avascular necrosis and you see the proximal pole of the scaphoid is black in the T1 and is black in the gradient، وده وقت يساوي avascular necrosis. في بعض الأحيان وديت ساين يعني خفيفة كده على الماشي اللي اسمها coronal sign، إن ال radial stellate process في حالات ال fractures of the scaphoid can show bone marrow edema. وديت في اعتقادي يعني ممكن تبقى كويسة لو الفراكشر مش باين، يعني عملت ام ار اي ما لقيتش حاجة في الاسكافويد ولقيت كورنر ساين اللي هي قديمة، يبقى تراجع نفسك مرة تانية جايز يكون في فراكشر ان ذا اسكافويد بون. السهم ده طبعا بيشاور على الاسكاف واللينيت ليجمنت which is intact. دي ساين تانية برضو في الاسكافويد اسمها نيبل ساين، لما الجزء البروكسيمال بيبقى نيكروتيك بيبقى مدبب ليمون ار كده اسمه النيبل ساين. If you look to the normal scaphoid bone بيبقى البروكسيمال بول بتاعها ما هوش مدبب كده، لكن طالما انت لقيت بون سكليروزس ان ذا بلين اكس راي يبقى دي خلاص معناها ان هي فيها افاسكولار نيكروز. لكن الام ار ساعات في الستير ايمجز يوري لك ان ان في لسه في حتت فيها هاي سيجنال، وده معناها ان في فايبل بون مارو موجود في الاسكافويد مش كلها ميته، ولو ان ده يعني ما بيأثرش خالص على البروجنوز. المهم ماذا ترى في هذا البلين اكس راي اوف ذا ريست؟ عشان مكتوب نتخيل بقى صح كده، عشان مكتوب عليها افاسكولار نيكروزس اوف ذا ليونيت، يعني معنى كده ان الليونيت سكليروتيك. ان اف يو كومبير ذا ليونيت بالسكافويد جايز فعلا تحس ان هي ريلاتيفلي سكليروتيك كومبيرد تو ذا سكافويد، لكن اف يو لوك تو ذا ام ار اي اند يو كان سي ذات ذا سكافويد از بلاك ان ذا تي 1 اند از بلاك ان ذا جريدينت ايمج، then you know that this is a vascular necrosis of the scaphoid of the unit.
which is known as the Kienbocks disease وهو عبارة عن 4 stages. الستيج الأولاني اللي هو بيكون فيه البلين اكس راي نورمال والبون سكان بوزيتيف والام ار اي بيوري بون مارو إديما اللي هي اسود في التي 1 وابيض في التي 2. الستيج الثاني بيكون سكليروزس باين في البلين اكس راي وبون مارو سكليروزس يعني اسود في التي 1 واسود في التي 2. الستيج الثالث بتبقى فراجمنتد. الستيج الرابع بيكون معاها سكندري اوستيوارترايتس. يبقى الستيج الاولاني بون مارو إديما في الام ار اسود في التي 1 ابيض في التي 2. ستيج 2 بون سكليروزس اسود في الاثنين. ستيج 3 فراجمنتيشن. ستيج 4 فراجمنتيشن زائد اوستيو ارثريتيك تشينجز. Then you look to the lunate bone in this T1, it is black. In this gradient image, it is black. And after treatment with cast and immobilization, there is a starting some revascularization of the lunate bone and it appears of bright signal in the SIR image. مش زي الاسكافويد، لا. يعني معظم الافاسكولار نيكروزس في اليونيت بتكون مش معروف سببها، لكن نعم زي الاستكندرايتس يعني ما بيكونش في سبب واضح لكن الاسكافويد نادر قوي لما تبقى افاسكولار نيكروزس لوحدها، لازم يكون فيها فراكشر. لكن اليونيت لا، كتير جدا تلاقي عيان او عيانه بيشتكي من بين ريست بين وكده وتعمل له اكس راي ممكن تلاقي سكلراتيك ليونيت وممكن ما تشوفش حاجه فتعمل له ام ار فتلاقي فيها افاسكولار كروز. بيكون فيه هيستوري اوف تروما خفيف لكن مش لازم يكون فيه فراكشر اوف ذا ليونيت. نعم لكن هي المشكله الاساسيه ان الافاسكولار نيكروزس اوف ذا سكافويد غالبا بيكون سيكندري تو ذا فراكشر، وعشان كده ذا ستيج اوف ايديما از كونسيدرد بون مارو ايديما سيكندري تو تروما، ولا يعتد خالص بتشخيص الافاسكولار نيكروزس اوف ذا سكافويد unless it is black يعني سكليروتيك in the T1 and T2 and the ستيج. فعشان بس في اختلاف في الكونسبت ما بين اليونيت وما بين الاسكافويد. وكذلك بقيه العظم، يعني معظم العظم اللي بيتكسر زي البوك اوف دهاميت يو كونسيدر ذا ايديما از ريليتد تو ذا تروما، لكن يو كونسيدر ا فاسكولار نيكروزس whenever the hemate is black in the whole pulse. نعم نعم الستيجز ديت في اليونيت علشان هي از فيري كومن، ذا موست كومن هي والاسكافويد، لكن الباقيين ما لهمش ستيجز يعني وكده. And this is a case of a vascular necrosis of the lunate. This is the scaphoid and this is the mean the tracheid. Okay, and this is the triangular fibrocartilage with the scaphoid lunate ligament. Then this is stage 2 avascular necrosis of the lunate bone. It is sclerotic in the CT scan. You compare it with the rest of the carpal bones. And in the MRI, you can see some bone marrow edema and denoting in the howard. مش عارف بقى اذا كان انت consider ديت bone marrow edema. فيها شوية increase signal حقيقة. نعم نعم. طبعا في هنا هوت في هنا ارنر فارينس بالنيجاتيف، مش هو ده اللي بيعمل الابطمنت. الارنر فارينس بالبوزيتيف هو اللي بيعمل الامبنجمنت او الابطمنت سندروم. And this is stage 3 اللي هو fragmented lunate. You see multiple bone fragments in the lunate and whenever you see osteoarthritic changes then you are dealing with stage 4 lunate avascular necrosis. Which are my ديت؟ منكتب عليها. هيجي بعد كده صور مش مكتوب عليها. عاوز بقى توريني ايه؟ الفتاكه. نعم؟ اهي؟ اهي؟ مكتوب عليها ان this is cavitated avascular necrosis. طيب دوت مين طيب؟ اخر كلام؟
ده الهاميد. طيب كويس، ده مين؟ ده الهاميت هي يا جماعه جنب الكابيتيت هاميت. And this is the trapezium and this is the tubercle of the trapezium. ودوت مين؟ the median nerve. طيب في بعض الاحيان انا حطيت الصوره ديت مخصوص علشان في احيان كتيره جدا العظم بتاع الريست بالذات الكاربال بونز بيكون فيها سمول سيست بطبيعتها كده. فانت لما تلاقي واحد من دولت يا اما تجيب سيرته بحنيه يا اما تغض الطرف عنه. لو كان كبير زي دوت تقوله and this is simple bone cyst ممكن يطلع فيه الكاربال بونز ما فيهوش اي مشكله ولا هو تيومر ولا روماتويد ولا 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 اي حاجه خالص من ايه الحاجات ده. It is just a simple bone cyst. لو كان صغير يا اما تطنش يا اما تقوله بس ما تتكش عليه جامد قوي. الجانجلين سيست او من الحاجات الجانجلينز المشهوره جدا هي اللي جنب الليستر تيبركل. لكن في جانجلينز على الفولر اسبيكت وفي على اللاترال اسبيكت زي دي مثلا كده لو سيجنال في التي 1 وهاي سيجنال في التي 2 which is located between the hamate and the tracheotomy. This is the scaphoid, lunate tracheotomy and this is the hamate and you can see ganglion cyst in between. خلاصة الموضوع ده هو ايه فايدة الكورونا؟ يعني انت لما تيجي تيفاليويت الريست فانت الكورونا فوائده الاولانية نمرة واحد انك انت يؤسس الترينجلر فايبروكارتش. ولو لقيت اي مشكلة في الترينجلر فايبروكارتش عندك سكتين تاني، يا اما تعمل ام ار ارثروجرافي يا اما تبص في الساجيتال تكونفيرم ذا دايجنوز. بعد كده في الكورونال بتشخص بيه الالنر فاريانس ومش هينفع يتشخص الا بالكورونا، يعني الالنا بالنسبه للريدس على نفس المستوى ولا لقدام ولا لورا. بعد كده ذا سكافول يونيت اند لونو تراكيترال ما لهمش مكان الا الكورونا. ذا سكافول يونيت المثلث لونو تراكيترال حدوه الحصان يؤسس ان ذا كورونا. فراكشرز اند افاسكولار نكروزس اوف ذا كاربال بونز اسهل واحد فيهم الكورونا عشان بتعرف تعد العظم. عشان تعرف تقول دي عظمية الفلانيه ودي في الاكزيال بيبقى صعب شويه وفي الساجيتال بيبقى صعب قوي. بعد كده اي حاجه ارثروباسي اوستيو ارثرايتس روماتويد مش عارف مين كل الكلام دوت ان ذا كورونال ايمجز. ان ذا اكزيال ايمجز الاساس فيها الاكزيال هو التندونز الفليكسور تندونز والاكستنسور تندونز وكذلك الاسسمنت اوف ذا ديستال ريديو ارنر جوينت. يعني انت you cannot see subluxation او dislocation and the distal radio ulnar joint الا في الاجزيه، ما ينفعش تشوفه في الكورونا وصعب قوي تشوفه في السجده، فانت بترفير للاجزيه الاحسن واحد فيهم. Then assessment of the carpal tunnel ما بينفعش الا في الاجزيه وكذلك assessment كل الفليكسور تندونز والاكستنسور تندونز اذا كان في تينوساينوفيتس اذا كان في رابشر اوف ذا تندون اذا كان في جانجلين اي حاجه من الحاجات ديت هي ديت فائده الاجزيه الامج. The sagittal image فائدته من ضمن الفوائد الاساسيه assessment of the triangular fibrocartilage اللي هو just to confirm اللي انت شفته في الكورونا. لكن ذا ميجر ايشو بالنسبه له هو التندونز اوف ذا فينجرز اذا كان في بقى اي واحد مقطوع او في تينوساينوفيتس او جاينت سيل تيومر اوف ذا تندون شيز او كل الكلام ده هو. طبعا الساجيتال ليه كذا حاجه ثانيه في الريست انستابيليتي اللي هو علاقه العظم ببعضه اذا كانت اليونيت في مكانها ولا الانجل ما بينها وما بين مش عارف الايه اختلفت وكده. دي شغلانه ضخمه جدا جدا في الساجيتال ولكن هي بيوند الشغل بتاعي وبتاعك وكده. ديت بتاعه الناس اللي هم ماسكولوسكيليتال ريست بس زي واحد مشهور قوي على مستوى العالم اسمه حاجه جلولو ما اعرفش اذا كان ايراني او كده لكن ده شخص مالوش اي حاجه في عيشته الا الريست بس. فهو تروح تحضر الانترناشونال سكيلتال سوسايتي المحاضره كلها على اللاترال اكس راي اوف ذا ريست دي المحاضره ايه اللي تشوفه فيها وازاي تعرف ان هو مظبوط وديت لاترال ولا اتلوى شويه ولو العظميه دي طلعت قدام او الزاويه دي جت هنا وكده. طبعا السفر سفر طويل. لا تحس طبعا ان انت مش ممكن تحصل ده يعني عندك لسه ابدومين وفي رجل وفي برين وفي سباين يعني الامور ايه بتبقى اكتر من الطبيعي. يلا بقى جاوب.
ساجيتال مالو؟ ايه؟ ساجيتال فيو حلو، جريدينت ايمج ممتاز. ايه بقى الباثولوجي اللي فيه ولا الاناتومي اللي فيه ولا اي حاجه؟ ترانجولار فايبر كارتج ماله؟ سليم، نورمال ترانجولار فايبر كارتج. طيب كويس الحمد لله. الباثولوجي هو متشاور عليه خلاص. طيب الاول ده التندون مين ده اللي متشاور عليه؟ الولد زرار ده هو اشطر واحد فيكم لحد دلوقتي، مع ان هو مش راديولوجيست ولا ماسكل سكيل ده راديولوجيست. المهم ده فليكسور كارباي ريديالز، دي البيزي فورم يا جماعه دهيت، وديت الجوينز كانال، يبقى ده الميديال اسبكت، ده الريديال اسبكت، يبقى ده فليكسور كارباي الريديالز. ايه اللي فيه؟ بس في الميديان نيرف، الميديان نيرف. طيب التندون بس الاول تينوساينوفايتس بس. مش التندون ده تخين اكتر من الطبيعي وجواه ابنورمال سيجنال وبراها فيه ميه، يعني معنى كده انه في انجري ومعاها تينوساينوفايتس، وان الميديان نيرف شكله مش طبيعي صح؟ السيجنال بتاعته برايت شويه، especially in this image and you see the median nerve is bright، معنى كده ان في هنا اهوت injury of the flexor carpi radialis with tenosynovitis and carpal tunnel syndrome. كلهم اللي هم مين؟ التينوساينوفايتس معناها ان في تندون وحواليه ميه، فين بقى التندون وفين الميه؟ التندون لوحده والميه لوحده صح؟ يبقى ده ايه؟ جانجلين. احنا اتفقنا لما تلاقي سيبتيشنز وكده جوه البتاع يبقى ده جانجلين. يبقى في جانجلين في الكاربال تانل صح كده؟ يبقى ده كاربال تانل سندروم نتيجه وجود الجانجلين اللي موجوده فيه. لان مين التندون دوت؟ اهم حاجه انها لونجس، دي اهم حاجه انها لونجس. طيب اكستنسور ايه بقى؟ بولسز ولا ريدياليس؟ ريدياليس كويس. اكستنسور كارباي ريدياليس لونجس، لان ديت الاكستنسور بولسز لونجس. طيب كويس. تمام اوكي. فراكشر ويز افاسكولار نيكروزس، عرفت ازاي ان هو افاسكولار نيكروزس من البلين اكس راي؟ لان في الام ار تي 1 لازم يكون في تي 2 علشان تقول ان ذيس از ايه افاسكولار نيكروزس اوف ديسكفايد. والله انت ممتاز برافو عليك. قال كاربال تانل سندروم موافقين؟ صح. ليه؟ عشان المين ان شكله ابنورمال، ما هوش فيوزي فور وفي ابنورمال سيجنال، ابنورمال انكريس سيجنال، يبقى دوت ايه؟ كاربال تانل سندروم بغض النظر عن السبب. ايوه. ازاي تعرف الميديم من اللاترال في الفيو ده؟ قول. حد يعرف يجاوب؟ من الميديان نيرف اول حاجه. طيب من ايوه واهم الاسهل واحد فيهم هو التوبركل اوف ذا ترابيزويد، ده اسهل واحد فيهم اللي هو ده شايف دوت كده. لو الهوك اوف ذا هيميد باين بيبقى برضه ذا ريفرنس، لكن التوبركل اوف ذا ترابيزويد يبقى انت كده هو اوف ذا ترابيزيوم، اسف اوف ذا ترابيزيوم دوت لاترال اسبكت، واللي بيعضد الميديال اسبكت اللاترال اسبكت، واللي بيعضد لك كده هو الميديال نيرف على نفس الايه؟ على نفس الناحيه. اوكي. لا مش كل مره مش كل مره هتطلع لينيت افاسكولار نيكروز.
الباثولوجي في انهي عظميه؟ الهاميت اللي هي دي دي سكيفويد دي هنا. يعني ايه بقى الباثولوجي اللي هنا؟ ايوه ممتاز والله. مش في ulnar variance يا جماعه ولا ما فيش؟ في بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. طيب ايه رايك في كده؟ ممتاز. انفكشن سيندروم ليه؟ علشان في بوزيتيف فاريانس وفي سيجنال في اليونيت صح؟ في اب نورمال برايت سيجنال ان ذا اليونيت بون، يبقى ده هوت ايه؟ اباتمنت سيندروم. وايه رايك في ترانجلر فايبر كارتليج؟ مقطوع. طيب يبقى دوت ايه؟ ارنر انفكشن سيندروم. ده واحد بيلعب تنس، الاكس راي ورت بوزيتيف ارنر فاريانس، الكورونال ورى ان في هايبر انتنس سيجنال ان ذا ارنر اسبيكت اوف ذا اليونيت اللي هو دهوت كده ديو تو ذا ارنر يونيت انفكشن زي ما احنا قلنا، والتاني ورى تي اف سي تير. اوكي دي واحدة ست وبتلعب رياضة وعندها تندرنس عند الديستال راديو ارنر جوينت. الايه؟ واسعة شوية؟ والله لو انت دققت في كل ريست هتلاقيه كده، وتروح كاتب كل واحد سكافلينيت رابشر وهتبقى مشكلة. لازم تكون واسعة بطريقة واضحة جدا، خلي بالك من الموضوع ده. ايه؟ او بص اي حد بيبص عليه، وانا كمان برضو قلت في الاول عليه ان هو نورمال، لكن هم قالوا ان الابيفيسس بتاع الراديوس الميديال اسبكت بتاعه مبطط شويه وسكليروتك شويه، وكاتبين على دوت ان هو ستريس تشينجز ان ذا ابيفيسس. ده الام ار بتاعه. ها مين؟ سكافول يونيت كويس، طلع ما فيش رابشر ولا حاجه. لونو تراكيترال مش موجود. طيب ترانجلر فايبر كارتج كويس مقطوع، مش هو ده ترانجلر فايبر كارتج؟ هل هو مكمل لحد الريديوس؟ مقطوع من هنا صح كده؟ طيب شايف الالنا بالنسبه للريديوس هنا هو باينه ان هي فيها بوست فارينس صح، بس ما كانش باين في البلين اكس راي. فده برضو احد الحاجات اللي هو بيقول لك الام ار ممكن يشوف الفارينس احسن من الاكس راي في بعض الاحيان. فدوت بوزيتيف النر فارينس ومعاه تير ان ذا ترينجلر فايبر كارتج. ده اللي هم كاتبينه، ريست راديوجراف شوز ستريس تشينجز ادجيسنت تو ذا ديستال راديال اند ارنر جروس بليت اللي هي الحته ديت كده. اند ذا كورونال ده ورى لك ان في تير او بيرفوريشن ان ذا ترينجلر فايبر كارتج. And the positive ulnar variance is better seen in the MR images. ما شاء الله شفت سبوت دايجنوز دي مالهاش حل. Once انك انت شفتها مره and you can see it easily. This is the fibrolipoma or hamartomatous fibrolipoma of the median nerve causing carpal tunnel syndrome. Anatomy. اناتومي جاهز؟ جاهز. اكستنسر بولوسيس بريفس ده انتوا شداد قوي صح؟ This is extensor bolosis brevis صح؟ ممتاز. ممتاز. extensor carbi radialis brevis ممتاز. شفت بقى
extensor bonuses longest. هايل. ديجيتورم ديجيتي مينيمي لوحدها. طيب ممتاز. اكستنسور كارباي النارس. مفيش هالوسز في الايد. فليكسور بولسز لونجس. طيب ممتاز. شفت اديك حفظتهم اهو من غير حاجه، من غير ما تقعد تقول سعاد وعليا وسعديه. طيب ها في حد قال المحاضره بتاع عرس؟ نعم في حد قال المحاضره عرس زمان وقال هذه التينتنس تحفظوها انت ماليش دعوه بيها. لا ما تحفظها، ما هي دي الطريقه اللي تحفظ بيها، انك انت تسيبك بكون ده في ناس يا راجل بتعمل ده الحاجات العربي دي مختصره عن الحاجات الانجليزي، مش عارف مين ديكر وبوم يعني فيلم كده طويل عريض عشان تجيب بيه الاسامي دي. المهم مين يا نور؟ فريكسور وتراكل. انر مين؟ ارتري. انر ارتري. انر ارتري مش دوت الهوك اوف دهميت برضو ولا ايه؟ صح؟ اند جوينز كانال تحت الهوك اوف دهميت على طول. الجوينز كانال فيها ارتري وفيها نيرف، والارتري اللي هو اسود علشان السيجنال بوينت. ها؟ اند ذيس از ذا انر ارتري. طيب. غششتهولك انا ده هوك اوف دهميت. ترابيزيوم. ما شاء الله ما شاء الله. شخص لا الليونيت منها صح. And this is a vascular necrosis of the lunate. اي انا هو ديت اليونيت ودي اليونيت ان ذا ساجيتال اند ذيس از افاسكولار نكروزس اوف ذا اليونيت ستيج 2 اسود في كل البالت سيكونس. يلا دوت تراينجلر فايبروكارتج. دوت سكافول يونيت ليجمنت. دوت سكافويد هميت. ديت الهميت وديت الكابيتيت معروفه بشكلها اللي هو الغريب دوت. طيب نيجاتيف فارينس صح. الفايبروكارتيلاج ماله متشاور لك عليه علي بالاسهم اهو. ايه ماله بقى؟ هو الطبيعي في الكارتلج ده ان هو اتاتش تو ذا ستايلويد باي تو فاسكل صح؟ لكن دوت مش بتو فاسكل بسنجل باند اند ذيس از نورمال باري ما فيهاش مشكله. مالها؟ ما هو عشان دي نورمال فاريانت كان مكانها حته فاضيه المفروض يكون فيها هاي سيجنال، فهو لما اتاتشت كده السيجنال بتاعته مش هتبقى اسوده زي بقيه الكارتج. في حاجه تاني؟ لا change in the supination and pronation is related to the distal radio ulnar joint. لكن انت طبيعي علشان تشوف الالنر فارينس لازم تكون الريست يا اما كده يا اما كده، فدي ما فيهاش الالنر ما تطلعش قدام وترجع لورا بالسوبرنيشن، لكن الديستال راديو الالنر جوينت ممكن يبقى شويه لفوق وشويه لتحت نتيجه الجوينت نفسه. اوكي؟ في حاجه ثانيه في الصوره ديت ولا هي؟ فيها الالنر فارينس. في حاجه ثانيه؟ اليونيت فيها حته؟ لا هو زي ما قال درار كده في حاجه سودة في البتاع شايفينها؟ دي صح؟ مش دي حاجه ولا ايه؟ طيب
اللي يعرفها يبقى جدع، ملوش حل يعني، مفيش كارت لجاني. بصي كوندرايتس فين دي؟ مش في اي عمايه. ها لا يعرفها يبقى شديد يعني. طيب الاول ده تشخيص اهو، سنجل برود بيز نورمال فاريانت في البتاع، وفي انر فاريانت. الاسود دوت ايه؟ كلب حمار اهو. لا اي واحد بيعمل ام ار ارتروجرافي فهو معرض ان يحيي النقطتين هوا مع السبعه، فالهوا بيعمل بيهبب الصوره كده، فهتلاقيه اسود في كل الصور في التي 1 والتي 2 وكده، وتبقى انت قاعد مش عارف ايه الوكسه دي. لو انت مش انت يعني اللي حاقن العيان وكده بيحصل لك برجله جامده جدا يعني. فانت يو ريمبر لما تلاقي حاجه سودا في كل البال سيكونسز، حط في اعتبارك ان في هوا. دي 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 مهمه جدا في التشخيص. طيب السهم ده بيشاور على ايه؟ الانر ارتري. كويس. وده ترابيزيوم. ممتاز. هذا وبالله التوفيق. والله انتوا ناس.